كلامنا النهارده يا باشمهندسين على البارالل ريزونانس. يعني انا عندي، هل يا ترى حدوث الريزونانس فقط قاصر على وجود مقاومه وملف ومكثف توالي مع بعض ولا لا؟ قال لك لا، ممكن عادي يكونوا توازي مع بعض. يبقى عندك زي الدائره اللي قدامك دي، ان عندك ار وال وسي بس متوصلين توازي مع بعض. نلاحظ هنا بس حتى في دوائر البارالل ريزونانس، معلش هو هنا حط ده مصدر تيار، حط ده مصدر تيار. يعني حتى ان شاء الله لما تاخدوا الترم الثاني في سيركت 2 هتلاقوا غالبا كده، غالبا الدوائر اللي بيبقى فيها الاناليسز في بارال سيركتس بيبقى المصدر ده مصدر تيار، تمام؟ ولو سيريس سيركتس بيبقى ده مصدر جهد. هقول لكم ليه، لان ده لو ده مصدر جهد اصلا فيطلع الجهد الاساسي اللي داخل على السيستم موجود على الاول على الثاني على الثالث، فيبقى الحاجات اكنها مش بتاثر على بعضها. الار ما بتاثرش على ال وال ما بتاثرش على السي، دول بيأثروا على بعض امتى؟ لو انت عندك ده مصدر تيار. دي مش مشكلتنا دلوقتي، احنا دلوقتي عايزين برضو نحلل الاداء. فقال لك ايه بكل بساطه، برضو لو عندك ار وال وسي توازي مع بعض، اللي ده بيتقال عليه ايديال كويل. يعني ايه ايديال كويل؟ كويل يعني ملف دون انا بستخدمه ك حاجة بتخزن المجال، بتخزن الطاقة على هيئة مجال مغناطيسي، خلاص؟ فالكويل ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، فاكرين حتة الكواليتي فاكتور ومش الكواليتي فاكتور وبتاع، إن الملف ده حقيقته يبقى ملف بس، مش مقاومة كمان معاه، فهو كأيديال بيبقى ملف فقط، خلاص. اسمع الحتة الظريفة دي، في الدايرة دي لو ال L وال C عملوا ريزونانس، يعني إيه عملوا ريزونانس؟ يعني كان الرنين اللي موجود او التردد اللي طالع من السبلاي 1 على 2 باي جذر ال سي، بيتقال عليه هنا حاجه اف بي اي. اف بي اي ثانيه واحده عشان سي. السلام عليكم دكتور حسام، ازي صحتك يا ريس؟ انا ان شاء الله محاضره دلوقتي وان شاء الله ساعه كده واكلمك على طول ان شاء الله. ماشي ماشي يا دكتور، السلام عليكم. ماشي يا شباب، فيبقى عندنا دلوقتي تردد الرنين 1 على جذر ال سي اللي هو الدبليو بارلل، لما الاكس سي بتساوي الاكس ال برضه، لما الاكس سي بتساوي الاكس ال. فيبقى يا شباب لو انت شفت حاصل ضربهم لحاصل جمعهم، ركزوا معايا بقى في الحته دي، في السيريز ريزونانس، في السيريز كان اكس ال زائد اكس سي مجموعهم بصفر او مكافئهم بصفر. طب في الباراليل، في الباراليل لا، اسمعوا الحته دي، دي مثلا موجب 10 جي للاكس ال، وده سالب 10 جي، موجب 10 جي وسالب 10 جي، حصل ضربهم بكام؟ 10 في 10 ب 100، جي في جي بسالب 1 في سالب بموجب، على حصل جمعهم، جمعهم بقى بكام؟ واحد ب10 واحد بسالب 10، يطلع مجموعهم بكام؟ بصفر. اي حاجه على صفر يطلع مكافئ دول بكام؟ بما لا نهايه. يبقى عند الرنين مكافئ الملف والمكثف، عند الرنين مكافئهم اوبن سيركت، لكن في السير السيركت مكافئ الملف والمكثف شورت سيركت. تاني المعلومه دي تاني مهمه، تاني في السيريز ريزونانس مكافئ الملف والمكثف شورت سيركت، فتطلع المقاومة أقل ما يمكن. طب في الباراليل، في الباراليل قال لك لا، مكافئهم يطلع أوبن سيركت، تطلع المعوقة بقى أكبر ما يمكن. يبقى تاني حالة الرنين اللي هي بيحصل عند تردد 1/2 باي جذر ال سي بتتوافق مع حالة أقصى معوقة، بتتوافق مع حالة يونيتي باور فاكتور. يعني ايه يونيتي باور فاكتور؟ هو يا شباب دول لما يلغوا بعض، ال L وال C لما يلغوا بعض، يبقى الدايرة عندك ريزيستيف ولا مش ريزيستيف؟ تبقى ريزيستيف. المقاومة دي بتعمل فيس شيفت ما بين الجهد والتيار؟ لا، ما بتعملش فيس شيفت. يبقى البار فاكتور بكام يا شباب؟ اللي هو كوساين ثيتا، يعني خلاص كوساين ثيتا تطلع لك بكام؟ تطلع لك بواحد. لو خدناها من وجهة النظر البار في الاي سي عند الرنين دول بيلغوا بعض، وتبقى لك الار بس، يعني بي بس، والاس هي البي في حاله في المقاومه، واحنا درسناها قبل كده. فيطلع عندك في الاخر ان الدايره يونيتي باور فاكتور. يبقى حاله الايديال بارلل ريزونانس سيركتس في ثلاث حاجات بيحصلهم في نفس الوقت،
اول حاجه الرنين اللي بيحصل على واحد على اتنين باي جذر ال سي، حاله الرنين اللي هي الاف بارلل ايديال، اف بي اي دي حاله الرنين الايديال، حاله الرنين في دايره ايديال، دايره ال دي مفيش توالي معاها ايه ملف، بتحصل هي هياها عند حاله ماكسيمم امبيدنس اللي هي اقصى قيمه مقاومه لما تبقى ار لوحدها، وهي هياها بتحصل عند حاله اليونيتي باور فاكتور خلاص لما تبقى برضو ار لوحدها. طب هل يا ترى في الاكشوال بارل ريزونانس؟ لا للاسف في الاكشوال بارل ريزونانس في تغير بسيط، بيبقى عندي ادي السبلاي وادي الار، ار اس سماها ار اس خلاص، لكن الملف هنا كان لوحده، ايه اللي كانت لوحدها ايديال مش اكشوال، اكشوال بقى لا بيطلع للملف ده مقاومه داخليه، بيطلع الملف ده مقاومه ايه داخليه خلاص ماشي، بس الملف ده مقاومه داخليه والمكثف كده كده مبقاش غالبا له مقاومه داخليه تمام. فبيحصل ايه، بحاول ان انا احول، اسمع الحته دي، احول الدايره البراكتيكال دي لايديال. تحولها ازاي؟ قال لك بص يا عم الحاج، مش هنقدر المقاومه والملف التوالي ده هم احولهم لملف ومقاومه توازي مع بعض؟ قال لك اه، وتاخد الار اس ده الاصليه مع الار ده هي ان تكون مقاومه واحده اسمها ار. تاني نقول تاني، المكثف هو المكثف والمقاومه هي المقاومه، بس المقاومه والملف دول حولتهم من سيريز لايه؟ لبارلل. بعد ما تحولهم من سيريز لبارلل تاخد البارلل ده مع بعضه وتوحده في مقاومه واحده. نقول الليله دي تمت ازاي؟ لو انت عندك مقاومتين توالي ار ال واكس ال، ار ال واكس ال، معروف ان هم دايما بيتجمعوا بالجي او بيتجمعوا بالتربيع، ده تربيع زائد ده تربيع. المهم لو انت عايز تحول دول لملف ومقاومه توازي، قال لك بسيطه خالص، ربع الاول وربع الثاني اكس ال تربيع زائد ار تربيع على اكس ال تجيب الاكس بي، اكس ال تربيع زائد ار ال تربيع على ار ال تجيب الار بي. دلوقتي بما معاك الاكس بارلل والار بارلل، خد الار بارلل توازي مع الار اس هتجيب لك الار الكليه، يبقى ار بارلل توازي مع ار اس اختصرهم مع بعض حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، جبت ار وجبت اكس بي وجبت اكس سي، عاملها نفس المعامله اللي هنا، عاملها نفس المعامله اللي هنا خلاص. طيب نقول تاني مع بعض، انا عايز اوصل ليه؟ طيب دلوقتي انا عندي الدايره ده، هل يا ترى، اسمعوا بالحته دي، هل يا ترى في دوائر الاكشوال زي الدوائر الايديال اللي الفريكونسي بتاع الرنين هو الفريكونسي بتاع الماكسيمم امبيدنس هو الفريكونسي بتاع اليونت باور فاكتور، ولا في ما بينهم اختلافات؟ انا بختصر لكم الليله اهو، هتلاقي شويه قوانين مكلكعه بس افهم منهم الاتي، ان انا عندي في دوائر الايديال بيبقى الاف بارل اللي هو واحد على 2 باي جذر ال سي اللي هو زي دايره الاف، زي دايره السيريز بالظبط خلاص. التردد ده اهو بتحصل عنده اليونت باور فاكتور وبتحصل عنده الماكسيمم امبيدنس، لكن في الاكشوال سيركت لما الملف تظهر له مقاومه داخليه هتلاقي فيه اختلاف ما بين الثلاثه. اول اختلاف ايه؟ اليونيتي باور فاكتور فريكونسي. حب يسال اليونيتي باور فاكتور فريكونسي بيحصل امتى؟ بيحصل امتى؟ طيب دلوقتي انا عندي الدايره الاساسيه ده هي اللي هي مكافئ الدايره بتاعت الايه؟ بتاعت الاكشوال، ادي المكافئ. لما تجيب في دوائر التوازي، دوائر التوازي الافضل الزد توتال بتساوي كام؟ فاكرين واحد على زد توتال بيساوي واحد على زد واحد زائد واحد على زد اثنين زائد واحد على زد ثلاثه، دي القانون بتاعت البارلل خلاص، او اللي هي الوايات يعني، ان الواي توتال سواء واحد على ار زائد واحد على جي اكس بارلل زائد واحد على سالب جي اكس سي خلاص، هتجمع دول مع بعض الجي في واحد على اكس سي ناقص واحد على اكس بارلل خلاص. امتى يحصل يونت بار فاكتور؟ لو مكافئ دول بصفر، مكافئ دول بصفر خلاص. تاني اكد لكم، في الدايره ده كان دول مكافئهم بصفر عند الرنين، لكن في الدايره ده دول مكافئهم بصفر مش هيطلع عند الرنين خلاص. واخد الواحد على اكس سي واحد على اكس بي وسواهم ببعض
وعمل اثبات طويل عريض مش مطالبين بيه، مش مطالبين بالايه، بالاثبات الطويل العريض ده. ثانيه واحده ارد على التليفون بس يا شباب، ثانيه. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ محمد زهرة، الله يخليك، تمام الحمد لله. انا اللي تمام والله الحمد لله. طب انا في محاضره دلوقتي بالظبط ساعه، وارد على حركه على طول ان شاء الله، حركه على طول ان شاء الله، ربنا يبارك في حركه، الله يخليك. سلام عليكم. ايوه يا باشمهندس، ماشي ماشي. انت وانت اختك، ماشي. يبقى يا شباب هو جاب الدايره المكافئه ومكافئ الدايره وساوي الجزء الايماجينري فيه بصفر عشان يطلع يونتي باور فاكتور، وقعد بقى يساوهم ببعض وعوض واكس بارل واكس وليله طويله عريضه كده. في الاخر يا شباب بصوا الحته الظريفه دي بقى، قال لك الاف الفريكوانسي اللي بيحصل عنده اليونتي باور فاكتور بيساوي برضه الفريكوانسي البارلل بس مضروب في جذر 1 ناقص سي ار ال تربيع على ال. دول بص بص معايا، السي والال والار دول في اللي في الدايره الاصليه، الار والال والال والار ال والاكس ال والاكس سي دول موجودين في الدايره الاصليه، يعني السي والار ال تربيع والال دول موجودين في الدايره الاصليه. بس نلاحظ هنا ايه، بص شوفوا الجذر ده كده، يبقى تاني اف بير يونت الفريكونسي اللي بيحصل عنده بير يونت، الفريكونسي بيحصل عنده بير يونت بيساوي الفريكونسي بي اي اللي هو الايديال، لو واحد على جذر ال، واحد على 2 باي جذر ال سي في جذر 1 ناقص سي في ار تربيع على ال. طب ده الجذر ده، ركزوا معايا، لو الدايره ايديال، مش احنا عارفين لو الدايره ايديال بيبقى ار ال بزيرو، بيبقى مقاومه الملف بصفر، يبقى الجذر ده كله هيطلع بكام يا شباب؟ بواحد. فيطلع عندك الفريكونس اللي بيحصل عنده بير يونت هو هو الفريكونس اللي بيحصل عنده ايه؟ البارلل فريكوانسي ايديال. ده في حاله لما ابقى ايديال، لما ابقى الار ال دي ايه بزيرو. طب لو مش بزيرو، هل يا ترى الفريكوانسي بير يونت اعلى ولا اقل؟ تلاحظ الجذر ده طلع تقريبا اقل سنه من الواحد، فيطلع الفريكوانسي بير يونت اقل شويه من الفريكوانسي الايديال اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي. دي اول حاله، يبقى يطلع عندي اول حاجه اقدر استنتجها ان الفريكوانسي اللي بيحصل عنده يونتي باور فاكتور في حاله الاي دي ال، في حاله البراكتيكال سيركتس، في حاله البراكتيكال سيركتس بيحصل الاف بير يونت بيطلع اقل من الفريكوانسي الايديال. طيب طب الماكسيمم امبيدنس، انا قلت لكم في ثلاث حاجات، حاله الرنين وحاله الماكسيمم امبيدنس وحاله اليونتي باور فاكتور. خلاص لما تعمل برضو الماكسيمم امبيدنس هتجيب المعوقه دهيا وتفاضلها وتساويها بالصفر، ويحصل اثبات برضو طويل عريض، انا ما بحبش الاثباتات في الدوائر، فيطلع لك عندك في الاخر ان الاف بي ام اف بارلل ماكسيمم برضه بتساوي الاف بي اي اللي 1 على 2 باي جذر ال سي، بس في 1 ناقص سي في ار تربيع على 4 ال، على 4 ال. دي كانت على ال بس، دي مقسومه على 4 ال، يبقى ده التردد اللي بيحصل عنده الاف، بيحصل عنده الزد ماكسيمم، بيحصل عنده اقصى معوقه. طب نلاحظ هنا يا شباب برضه هنا ده كسر، مطروح من ناقص واحد يطلع لك كسر، يبقى يطلع في الاخر برضو الاف بي ماكسيمم اقل برضو من مين؟ من الاف بي اي. لو رجعنا الايديال، احنا قلنا في حاله الايديال الار ال بكام؟ مقاومه الكويل بكام؟ بزيرو، فيطلع لك المقدار ده كام؟ واحد برضو اللي هو الاف بي ام بيحصل عند الاف بي اي. خلاص يا شباب؟ يبقى تاني يا باشمهندسين، تاني يا باشمهندسين، لو تاني في دوائر البارلل، في دوائر البارلل عندي اف بي اي اللي هي هياها الاف اللي بيحصل عنده بارلل ماكسيمم، بيحصل عنده الماكسيمم امبيدنس اللي هو الاف بي يو اللي هو البارلل اللي بيحصل عنده اليونت باور فاكتور، ده في حاله الايديال سيركتس. لو الدنيا ما طلعتش عندك ايديال، طلعت عندك بالشكل ده، هو المقاومه ومقاومه وملف توالي مع بعض ومكثف، لا عندي ثلاث ترددات، عندي الاف بارلل ايديال اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي بتاخد السي ده اهي والال ده اهي، وتاخد الواحد على 2 باي جذر ال سي تجيب مين؟ الاف بي اي الاف بارلل ايديال. طب عندك دلوقتي ترددين تانيين، اف بارلل بير يونت اللي هو اليونتي باور فاكتور فريكونسي اللي هو الاف بي اي في واحد في جذر 1 ناقص سي ار ال تربيع على ال ال،
والماكسيموم امبيدنس نفس القوه اللي فات، بس بدل ما تقسم على ال بتقسم على 4 ال. خلاص. طيب لو احنا اتكلمنا برضو على الكواليتي فاكتور، هل الكواليتي فاكتور، اسمع الحته دي، هل الكواليتي فاكتور هنا اكس ال على ار زي المره اللي فاتت ولا فيها اختلاف؟ بصوا معايا، لو انا عندي دايره بارلل، دايره اللي قدامك ده ار ال سي، خلاص، او هنا برضو ار وار ار اس وار بارلل واكس بارلل والاكس سي، خلاص. فقال لك لو انا اتكلمنا على الكويل، مش احنا قلنا القانون بتاع الكواليتي فاكتور كان اساسه الكيو على البي؟ طب احد قوانين الكيو، كيو اللي هي رياكتيف باور، كواليتي فاكتور قلت لكم امبارح مش هي هياها الرياكتيف باور، كيو بتاعت الباور فاكتور اللي الباور كواليتي اللي موجوده في الرنين غير الكيو، غير الرياكتيف باور اللي موجوده في الاي سي باور، تمام؟ لكن هم الاثنين لهم علاقه ببعض، ان الكواليتي فاكتور بتساوي الكيو على البي. طب الكيو بكام؟ قال لك في تربيع، كونهم توازي مع بعض، في تربيع على اكس بي، طيب والبي في تربيع على ار، فيطلع معلش عندنا الليله مختلفه شويه، ان الكواليتي فاكتور هنا ار على اكس، مش اكس على ار زي السيريز. تاني، الكواليتي فاكتور في السيريز كانت الاكس على الار لانهم توالي مع بعض، كانت الباور هناك اي تربيع في الار واي تربيع في الاكس، لكن هناك منها في تربيع على ار وفي تربيع على اكس، تطلع الكواليتي فاكتور ار على اكس بي او ار على اكس سي لما الاثنين بيساووا ايه؟ بيساووا بعض، خلاص. يبقى الكواليتي فاكتور هنا مختلف شويه، مش اكس على ار، لا ده ار على ايه؟ ار على اكس، خلاص. والباند ويتس برضه سيبكم الاثباتات المكلكعه ده، الباند ويتس نفس الكلام، اف 2 ناقص اف 1 بتوع امبارح بيساوي الاف بارلل على الكيو بي برضه، خلاص، بيساوي الاف بارلل على الكيو بي، خلاص. الباند ويتس برضه في حاله الايديال هيساوي الار على 2 باي ال، لكن ده مش مهمنا، مش مهمتنا. تاني، نقول تاني القوانين المهمه، الاف بارلل 1 على 2 باي جذر ال سي، الباند ويتس بيساوي الاف بارلل على الكيو بي. طب الكيو بي بكام؟ الكيو بي بتساوي الار على الاكس ايه؟ ار على الاكس بي او ار على الاكس سي. ماشي يا شمسي؟ طيب الجزء ده مش مطالبين بيه، مش عايزين نكلكع عليكم، خلاص. ده برضو كشف تاثير الريزيستنس عامل ازاي وتاثير ال على السي بيبقى شكله عامل ازاي وكلام من دول. لو الكواليتي فاكتور، اسمعوا الحته دي بقى، لو الكواليتي فاكتور بتاعت الملف زادت عن 10، بتلاقي حاجه ظريفه قوي، ان الاف بريون، الاف بريونت والاف ماكسيمم امبيدنس هما الاف بي اي. يعني تاني، الكيو لو زادت على 10 بتقلب الدايره البراكتيكال لايديال. تاني، لو الكيو زادت على 10 بتقلب الدايره البراكتيكال لايديال، خلاص، بتقلب الدايره البراكتيكال لايديال. بيبقى تاني هو قانون واحد بس، الاف بريونت والاف بي ماكسيمم والاف اف والاف والاف بي اي اللي هو الايديال 1 على 2 باي جذر ال سي. سيبوكم من الاثباتات ده والكلكعه دي، هنخش على طول على المسائل، خلاص. عندي ايديال، ايديال بارل ريزونانس، حاجه ظريفه لطيفه خالص، مديني الار، مديني ال، مديني السي، خلاص. وقال لك اول حاجه فايند ريزونانت فريكونسي 1 على 2 باي جذر ال سي، 1 ودي 2 باي ال 2 5 مللي، دي 5 يا جماعه، دي 5، الناتج صح لكن التعويض غلط بس، تمام. و 2 مايكرو فراد، 2 في 10 اس ناقص 6 يطلع لي الاف بي اي. طيب تاني حاجه، ذا كاباستور فولتج دروب ات ريزونانس، عايز اشوف الجهد هنا بكام عند الرنين. يا شباب اسمعوا الحته دي، اسمعوا، ركزوا ركزوا، مش عند الرنين، ال ال بيلغي السي، ال ال بيلغي السي، وتبقى لك مين بس؟ الار، ويطلع جهد الار هو هو جهد ال ال هو هو جهد السي، لانهم توازي اساسا مع بعض. فانا عشان اجيب الجهد على المكثف اللي هو هو الجهد على الملف اللي هو جهد على المقاومه، يا جدعان ما عند الرنين ال 5 مللي امبير دول كلهم هيدخلوا في المقاومه، فهيطلع عندك الاف على المكثف هو هو
هو الاف اللي على الملف، هو الاف اللي على المقاومه، هو الاي في الزد توتال. طب عند الرنين الزد توتال بكام؟ المعوقه الكليه بكام؟ قال لك اه هي هيها الايه الار اس، فاضرب 5 في 3 يطلع 15 فولت. طيب يا عم، ذا ريزيستور اندكتور اند كاباستور كارنت ات ريزونانس. مش انا جبت الجهد يا جدعان؟ الجهد على المقاومه ده 5 مللي امبير على فكره، يطلع 5 مللي. طيب نفس الجهد على الاكس، على الاكس ال، هو حد متخلف يقسم على الملي هنري؟ هو حد مالوش عقل يقسم على مايكرو فراد؟ لا، لازم تجيب اكس ال واكس سي. فهنا اهو قسمت الفي على الاكس سي اكس اللي هي 1 على 2 باي اف بارلل في السي، يطلع التيار 474 ملي هنري، وهو هو تيار الملف على فكره، لان الاكس ال بتساوي الاكس سي في حاله الملف. بس تلاحظوا هنا ملاحظه عجيبه قوي، 400 ملي امبير، 400 ملي امبير. الله، ايه الهبل ده؟ يعني انا عندي مصدر تيار في 5 ملي امبير يطلعوا لي هنا ب400؟ اه، ما دي حاله الرنين. زي في السيريز لما كان مصدر جهد 1 فولت امبارح خليت لكم يطلع 1000، هنا مصدر 5 خليته يطلع ايه؟ 400. وهنا المصدر 5 طلع 400 ملي امبير. بس ده طبعا في الملف والمكثف. الاساس لو انت بتتكلم على باور ماشي في المقاومه ده، هم ال 5 ملي مش هيزيد عنه يعني. تكون ان دول كده لان واحد بالموجب وواحد بالسالب. خلاص. اخر حاجه يا شباب، لو انا في حاله الايديال تاني، في حاله الايديال الموضوع بيبقى مختلف شويه في الكيو، حاله الايديال بس. الكيو في حاله الايديال لان هنا ما عنديش، بصوا ما عنديش مقاومه داخليه للملف. فبجيب الار دي على الاكس ال على طول، فبجيب الار على الاكس ال، دي كواليتي فاكتور في حاله البارلل، ده طالعه ب 94 قيمه كبيره. الباند ويث هيساوي كام؟ قال لك هيساوي الاف بي اي على الكيو بي. خلاص، دايره هنا بس جابها لك براكتيكال. ار مفيش ار على فكره، الار هي الار الداخليه لمين؟ للملف. فور ذا بارلل سيركت شون ان فيجر كذا، فايند ايديال ريزونانس. يعني ايه الايديال ريزونانس؟ بجيب ال ال ده اهي والسي ده اهي، 1 على 2 باي جذر ال سي، خلصت اهو، 1 على 2 باي جذر ال سي، نص ملي هنري و2 من 10 مايكرو فاراد. اه، نص ملي هنري و2 من 10 مايكرو فاراد، وخلصت نفسي. عايز بقى الماكسيمم امبيدنس ريزونانت والباور فاكتور امبيدنس فريكوانسيز. اه، دول دي دايره براكتيكال، فكان لهم قانونين، دول كان لهم قانونين اف بي يو واف بي ام، اف بي يو اف بي اي اللي هو الاف بارل ايديال في جذر 1 ناقص سي ار تربيع على ال، وطلعه لازم يطلع اقل من الاف بي اي عشان حد لو عايز يتاكد من حله. طب الاف بارل الماكسيموم يساوي اف بي اي في جذر 1 ناقص سي في ار تربيع على 4 ال، ويطلع دون اصغر من الاف بي اي بس اكبر سنه من الاف بي يو. خلاص ماشي، مركزين ان الاف بي ام ده التردد، اسمها الحته دي، ده التردد اللي هتحصل عنده اقصى معوقه، ده التردد اللي تحصل عنده اقصى معوقه. خلاص، طب انا عايز اعرف اقصى معوقه دي هتطلع بكام. عشان تعرف اقصى معوقه دي هتحصل بكام، فانا هحول الدايره دي من دايره ايديال لدايره براكتيكال، يعني يبقى مكثف وملف ومقاومه. خلاص، طب بتحول الملف والمقاومه ازاي؟ قال لك الاكس ال اكس ال ام دي اللي هيحصل عندها الماكسيمم، الماكسيمم امبيدنس، بجيب الفريكونسي بتاع الماكسيمم امبيدنس واعوض بيه في 2 باي اف ال. جبت المقاومه بتاع الملف وهو لسه توالي، اللي هو هنا جبت المقاومه بتاع الملف وهو لسه توالي. بعد كده القانون بيقول لك ايه؟ الار بي ام تساوي اكس ال تربيع زائد ار تربيع على الار ال، اكس بي ام هتساوي اكس ال تربيع زائد ار ال تربيع على اكس ال. خلاص، طب اكس سي 1 على 2 باي اف فعلا للماكسيمم سي. بقى دلوقتي يا شباب الدايره دي تحولت من مقاومه وملف توالي معاهم مكثف توازي الى مقاومه وملف ومكثف توازي مع بعض. مكافئهم ازاي يا برنس؟ قال لك مكافئهم واي توتال اللي هي 1 على زد توتال تساوي 1 على الار تربيع زائد 1 على اكس سي ناقص 1 على اكس ام الكل تربيع. انا جبت المقادير يا شباب، عايز تعملها بالجي اعملها بالجي. الواي دي طلعت لك تجيب مقلوبها تجيب الزد ايه؟ تجيب الزد توتال ماكسيموم.
طب عايز يجيب الجهد على المكثف عند الزد توتال ماكسيموم. لاحظ يا باشمهندس لما تجيب المكافأة دي، المكافئ ده كله وتضربه في التيارة، جيب الجهد. طب الجهد دول اللي على المقاومة والملف على بعض هو هو الجهد اللي على مين؟ اللي على المكثف. فالجهد اللي طلع لك اللي هو الزد المعوق الكلية تضربها في التيار تجيب الايه؟ تجيب الجهد. الجهد تقسمه على اكس سي تجيب تيار المكثف لوحده. لو انت تيار المكثف لوحده جبته تجيب التيار الكلي ناقص تيار المكثف تجيب التيار اللي ماشي في مين؟ التيار اللي ماشي في الملف، او تجيب الجهد على مكافئ المقاومة زائد الملف. يعني انت تاني جبت الجهد الكلي تاني، نقول الحتة دي تاني، الحتة دي تاني عشان الناس ما تتلخبطش من اول المسألة. انا حاسس ان انا قلت حاجات كتير بسرعة. من اول المسألة واحدة واحدة، عندنا دايرة قدامنا هي براكتيكال فيها ار وال وسي، عايز يجيب تردد الرنين 1/2 باي جذر ال سي، عايز يجيب التردد بتاع اليونيتي باور فاكتور، حلو، 1/2 باي جذر ال سي برضو بس مضروبة في 1 ناقص سي في ار تربيع على ال، تجيب الفريكونسي اللي بيحصل عنده اليونيتي، الفريكونسي اللي بيحصل عنده الماكسيموم امبيدنس، برضو الاف بي اي في جذر 1 ناقص سي ار تربيع على 4 ال. جبت الترددات، تعالى معايا عايز اجيب الماكسيموم امبيدنس. طب الماكسيموم امبيدنس بتتعامل ازاي؟ الماكسيموم امبيدنس حول دول من مقاومه وملف توالي لمقاومه وملف توازي. خلاص حولتهم لمقاومه وملف توازي عشان اجيب مكافئهم، فجبت مكافئهم كل دول عند التردد بتاع الماكسيموم امبيدنس اللي هو الاف بي ام. حلو، يبقى واحد على المعوقة الكلية أو واي توتال يعني بتساوي 1/r تربيع عشان شلت الجهات، زائد 1/xcm ناقص 1/pm تربيع. خلاص كل ده تحت الجذر، جبت مقلوبها جبت المعوقة الكلية، ضربت التيار في المعوقة الكلية جبت الجهد الكلي. الجهد ده لو اتقسم على المكثف يجيب تيار، نفس الجهد لو اتقسم على r زائد gxl يجيب تيار الملف والايه والمكثف. خلاص تمام، نفس الكلام ده انا اقدر اطبقه على اليونيتي باور فاكتور، على اليونيتي باور فاكتور. خلاص طب نفس الكلام ده على اليونيتي باور فاكتور ازاي؟ ان انا نفس اشيل تردد الاف بي ام اللي هو الفريكونسي اللي بيحصل عنده البارل ماكسيمم امبيدنس، وببدا اعوض بالاف بي ايه بالاف بي يو. بس هنا هتلاقوا لازم تلاقي ان الاف الاكس بتاعت الاكس بتاعت الملف تلاقي هي بتاعت اكس بتاعت المكثف، عشان يطلع مكافئك في الاخر مقاومه فقط. طب في الاخر مكافئك مقاومه فقط اللي هي 250 اوم اللي هي دي بس. خلاص المقاومه الكليه ضربتها في التيار جبت الجهد، الجهد قسمته على الملف جبت تيار الملف، جهد قسمته على المكثف جبت تيار الايه المكثف. خلاص نركز بس في الحته اللي هي السيركت باور فاكتور، ما دام الدايره دي براكتيكال، ما دام الدايره دي براكتيكال تبقى الار بي على الاكس بي يطلع 5.2، لو قسمت الاف بي اي على الكيو بي يطلع لك البند ايه البند، وده اخر ايه اخر دي برضو تكرار للمسائل اللي فاتت. نقفل البرزنتيشن ونفتح باب بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا باشمهندس، حد عنده سؤال؟ أسعدك اتفضل. كان في حاجة ملخبطاني شوية من أول المحاضرة، أو يعني من الجزء اللي هو لما جبنا الجهد. النقطة دلوقتي احنا بنستخدم الدايرة اللي هي التوازي مع مصدر تيار، صح؟ ايوه، بس احنا ممكن مع بالباور كونفرجن بنحولها لمصدر جهد مع المقاومة اللي كانت معمولية تبقى توالي معاها، صح؟ تظل العقدة يا سيد أدهم إن أنت بعد ما تحولها لمصدر جهد ومقاومة توالي ما تبقاش عارف توالي. تقسم كلهم مع بعض، هتلاقي مش المكلف عارف ايه، والمكثف سايبينك وعاملين توازي مع بعض. لا انا مش ده اللي اقصده، انا قصدي بقى، انا قصدي هنا في حساب الجهد، هل كده انا اقدر برضه اقول ان ان الجهد على المقاومه هو هو الجهد على الباقيين؟ في الايديال بص ما يا انا اسطى، بتعامل دلوقتي في الايديال، او حتى لو كان لو كانت مش ايديال هاخد المقاومه اللي كانت مع المكثف واظبطها اخليها ايديال. انا بتكلم من المنطلق ده.
ده اللي احنا بندور عليه من الصبح. يعني لو ايديال الجهد على الار هو اللي على ال ولا على السي، ما انا قلت لك فاكر انت حته ال 5 مللي طلع لي هنا و400 ايوه ازاي ايوه ازاي؟ ما دي يعني دي انا كنت يعني مش هقول شك فيها، كنت مستغربها شويه، اللي هو طب لو ديت عملنا عملنا اللي هو السورس كونفرجن وحولناها ان هي تبقى توالي مع بطاريه، هل برضو يفضل الباور اللي عليها هياخد نفس الحسبة، ان هو الباور اقصد الجهد اللي عليها هو نفس حسبة الجهد اللي عليهم؟ طبعا طبعا، ثقل تفنى تصعد اسم العدم واطلع الجودة يا إياه وكل حاجة يا إياه. جربها حتى بإيديك يعني. بص المسألة اللي هي أول مسألة حلناها، بص يا صديقي مسألة أيديا، مسألة تاني حاول يا عم سورس كونفرجن زي ما أنت عايز خلاص، بس حطهم بقى بإكسات، بقى حطهم بإكسات خلاص. أنت عارف هتعمل حركة، هقول لك أنا حركة عليها حيوة. بص حلها معايا أدهم حالا، حلها معايا حالا، حلها معايا. خمسة في واحد يطلع لك كام؟ خمسة فولت صح؟ القمة دي هتيجي توالي، بالظبط. ركز يا اسطى، هيطلع الجهد كام؟ خمسة في هيبقى واحد خمسة فولت، ايوه، اللي هو الخمسة فولت كام؟ ثانية واحدة، هي زي نجيب الاي توتال. صح ازاي؟ لأن المقاومة أنا كاتبها تلاتة، يعني المقاومة أنا هحسبها على تلاتة هتطلع 15. خلي المقاومة دي تلاتة مش واحد، ماشي؟ ماشي حلقات تمام كمل بيت الحل على تلاتة، دي تلاتة تمام كيلو يا جماعة مش واحد، عشان لا ماشي الناس ما تتلخبطش، دي ثلاثة ماشي. 5 في يبقى 3 هتعمل ب 15، يبقى 15 15 ومقاومة كيلو ايه؟ توالي. معايا أدهم؟ معاك. يا أدهى ايوه موجود، عم أدهى الصوت مش واضح. ثواني حظك معاك يا ريس، ركز بقى في الحتة اللي جاية ده ايه؟ طيب دي ودول عاملين ريزونانس مع بعض، يعني مثلا 5 جي وسالب 5 جي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يا عم ادهم، يطلع لك اوبن سيركت ولا لا؟ ايوه يبقى يطلع كانها مصدر جهد توالي مع مقاومه ومعهم اوبن سيركت. عارف دايره سيفنن؟ ايوه يطلع لك اي سيفنن بكام؟ بال 15 ما فولت. الاي 7 اه شفت بقى اللي حصل؟ يعني طب ما هو ال 15 يعني طب يعني ما هو مكافئهم ال 15 دايرة فولت دول، الفورس كونفرجن هي في الرنين، هي في اي لحظة حاجة. لحظة بس لحظة، طب ما احنا دلوقتي ما هو ال 15 دول، لو احنا مثلا لو قلنا ان احنا نطبق كيرشوف، ما احنا ها عندنا ال لا كده 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 المقاومة مش هتاخد هي الجهد لانها اوبن سيركت صح؟ ايوه، بعد ما تحول عشان كنت توالي طيب في الحالة دي. مثلا يعني. ايوه، وصلت كده تمام، تمام شكرا. ماشي يا ريس، تمام. حد عنده أسئلة تانية يا شباب؟ أسئلة تانية يا باشمهندسين؟ حد يسأل أي حاجة يا جدعان؟ بمناسبة نزلتنا 42 كده وبتاع، ناخد الغياب بقى. مندوب الدفعة في إيه؟ موجود يا هو أنت دكتور، الدفعة ما جاش؟ موجود والله. موجود. أنا قلت إيه؟ أنا لقيتك كده مختفي، قلت اخد الغياب بالمره بدل محاضرة. طب ما حضرتش اول محاضرتين ليه يا حاج؟ ايه ما جيتش اول محاضرتين ليه يا حاج؟ هو الاسبوعين اللي فاتوا كانوا كنت ما كنتش متابع اي حاجة اساسا، كنتش متابع فبدأت يا عم اتابع. حاج، انا نادت عليك بالاسم وبتاع وكلام من دون، قلت بقى بدل من المره دي كمان، وما رضيتش اخد الغياب بقى. لا مش هتاخده يعني لو انا موجود. لا يا عم ده مش موجود، مش الله يبلكمش غياب عني. ماشي يا شاطرين، ها في اسئله تانيه يا باشمهندسين؟ طيب نوقف الريكورد. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ تعالى نكمل مع بعض الجزء اللي الدكتور شرحه ونبتدي نعقب عليه، اللي هو الجزء بتاع البارل ريزونانس. اول حته يا باشمهندس عاوز اوضحها هنا، ان انت عندك في دايره اللي هي البارل اللي هي الايديال اللي قدامك دلوقتي دي، انت عندك الار توازي مع ال توازي مع السي. الحته اللي انا عاوز اوضحها هنا يا باشمهندس، حاله الريزونانس طبعا بتحصل عند الاكس ال بتساوي الاكس سي، الاثنين بيدلتوا بعض. بيدلتوا بعض ازاي يا باشمهندس؟ يعني ايه بيدلتوا بعض؟ لو انت جيت تبص، جبت المقاومه الكليه اللي هي الار توازي مع الاكس ال توازي مع الاكس سي، حبيت اجيب المقاومه الكليه هتقول ان واحد على الزد توتال بتساوي واحد على الار زائد واحد على جي اكس ال زائد واحد على سالب الجي اكس سي.
لو الاكس ال بتساوي الاكس سي فمعنى كده ان الجزء اللي هو واحد على جي اكس ال ناقص واحد ناقص واحد على جي اكس سي هيتربع. هيبقى لي بس ان الواحد على الزد بتساوي الواحد على الار، فالزد تساوي الار في الحاله دي، وده في حاله الريزونانس من اكس ال تساوي اكس. طب هنا يا باشمهندس المقاومه فعلا اقصى ما يمكن، هتبقى فعلا هنا اما الزد تساوي الار دي اقصى قيمه فعلا. يا باشمهندس اقصى قيمه ليه؟ لان يا باشمهندس في حاله التوازي دايما، انت زي ما انت عارف ان في حاله التوازي لما يبقى عندك مقاومات توازي، قيمه المقاومه الكليه او قيمه المقاومه المحصله اللي هي الزد بتساوي اقل من اقل مقاومه، وانت عندك الار توازي مع الاكس ال توازي مع الاكس سي. زي ما انت شفت في المسائل الدكتور اديها لك دايما الاكس ال والاكس سي قيمهم اعلى من الار، الار بتبقى صغيره، فدايما القيمه المحصله هتبقى اقل من الار في حاله وجود الاكس ال والاكس سي. ففي جميع الحالات اللي موجود فيها الاكس ال والاكس سي طبعا اللي بره حاله الريزونانس، فدايما الاكس ال والاكس سي موجودين، فمعنى كده ان قيمه المقاومه المحصله هتبقى اقل من الار. امتى يا باشمهندس تبقى اعلى قيمه؟ اما الاكس ال والاكس سي يطيروا بعض، يطيروا يبقوا الاثنين يدوهم مع بعض، يبقى كان الدايره اوبن من عندهم، يبقى هيبقى لي بس الار ان الزد تساوي ار، مش هتلاقي قيمه اعلى منها، جميع القيم اللي قبل كده كلها هتبقى اقل. ليه يا باشمهندس؟ زي ما احنا قلنا، لان اما تبقى المقاومات توازي مع بعض يبقى قيمه المقاومه المحصله اقل من اقل مقاومه، واقل مقاومه عندي هي الار، فجميع المقاومات هتطلع اقل من الار. الحل الوحيد اللي المقاومه فيها تطلع بتساوي ار هي حاله الريزونانس، ودي هتبقى اعلى مقاومه ان الزد تساوي ار. دي كانت نقطه كنت محتاج اوضحها لك. طبعا يا باشمهندس هو هنا ادام في حاله الريزونانس اما الزد تساوي ار، يعني معناها ان انت عندك بس الار، فمعنى ان وجود الار بس ان هنا ان الباور فاكتور يونيتي، ادام الزد الوحيده اللي موجود اللي موجود الحاجه الوحيده اللي موجوده هي المقاومه اللي هي ار، فمعناها كده ان الباور فاكتور يونيتي. تاني حتة كنت محتاج طبعا هي الدكتور وضحها، بس يعني ايه اللي هي بتاع اللي هي الاكشوال. طبعا الاولانية دي كانت اسمها ايديال. ايديال يا باشمهندس يعني بيعتبر ان الملف ما فيهوش مقاوم. طبعا عشان في اي اللي معروف في الدنيا كلها، لا انت عندك اي سلك في البيت لو مر فيه تيار اي سي لازم يكون ليه مقاومة وقيمة ملف، يعني ار واكس ال. اي سلك في الدنيا يمر فيه تيار اي سي لابد ان هو يكون ليه ار واكس ال، خلاص يعني مش هتلاقي بيور، مش هتلاقي بيور اكس ال، مش هتلاقي بس ان عندك ملف هو اكس ال بس، خلاص جميع اي سلك في الدنيا هو السلك اما يمر في اي سي بنعتبره خلاص اي ملف في الدنيا خلاص لازم يكون له مقاومه داخليه. فهو الاصل بتاعه، الاصل بتاعه هو عباره عن ار واكس ال، فدايما هو الملف ليه مقاومه داخليه، خلاص الملف دايما الاصل في اي حاجه، اي حاجه بيمر فترة لها مقاومه، فالار دي موجوده في كله خلاص عشان هو ملف فوق الاكس ال، لكن الاصل هو موجود المقاومه خلاص، فهنا مقاومه وليه قيمه اكس ال، ده في حاله الملفات. وده الطبيعي ان هيبقى التعامل معانا اصلا هيبقى هو مع الاكشوال بارر روزنز، خلاص ان الملف ليه مقاومه داخلي. دي تاني جزئية. تاني جزء، تالت جزئية يا باشمهندس يعني في المحاضرة اللي هو القانون، القانون اللي هو الدكتور عمله خلاص، قال لك ان الار مع الاكس ال ينفع احولهم لاتنين كومبوننت توازي عبارة عن مقاومة واكس وملف، يعني عبارة عن مقاومة وملف. ازاي احول من اتنين توالي من ار واكس ال توالي ل ار واكس بي توازي؟ القانون ده يا باشمهندس الدكتور قال لك لو انت عاوز تجيب الاكس بي اللي انت هتحتاجها دي اداك قانون على طول، واداك قانون الار بي على طول معتمد على الار ال والاكس ال، خلاص هو اداهم لك مباشره. طب جم ازاي يا باشمهندس؟ انا هقول لك دلوقتي جم ازاي وانت مش مطالب بكده، بس عشان في ناس بتحب تعرف اصل الحاجه جه منين بحيث ان هي تثبت في دماغها. تعالى بقى يا باشمهندسين نعمل لك نعرفك ازاي الاكس بي والار بي جم ازاي بالشكل اللي قدامك ده، خلاص ونعرفك ازاي احنا حصلنا عليهم بالشكل اللي حصل قدامك. كل اللي عامله باشمهندس هو بيقول لك ان انا احول الار ال والاكس ال الى ما يكافئهم من الار بي والاكس بي، خلاص فانا خدت الرسمه اللي على ايدك الشمال دي، خلاص خدت الار ال والاكس ال وعاوز احولهم الى اكس بي وار بي، عاوز احولهم يا باشمهندس الى ار بي واكس الى اكس بي وار بي. اول حاجه يا باشمهندس هنكبر لك بس الصوره كده، بص يا باشمهندس خلاص انا كل اللي انا عاوز اعمله ان انا احول الاكس ال والار ال بتوع الملف الى قيمتين توازي مع بعض عباره عن اكس وار بي. ازاي يا باشمهندس؟ الدكتور جاب قيمه الار بي والاكس بي اللي هو القانون ده بيقول لك مباشره ده. لو انا جبت لك يا باشمهندس الزد بتاع الاثنين التوالي دول هتقول لي يا باشمهندس الزد هي عباره عن الار ال زائد الجي اكس ال،
طيب ماشي، دي الزد بتاع الجزء التوالي. طيب الجزء التوازي الزد بتاعته باشمهندس، هتقول لو باشمهندس واحد على الزد خلاص، الزد توتال هي واحد على الار بي زائد واحد على الجي اكس بي، لان ده بتاع ملف. طب يا باشمهندس المفروض ان انا عاوز اقول ان قيمه الزد ده محصلتها بتساوي الزد دي، خلاص. فينفع ان انا اعوض بقيمه الار اللي هي الزد دي اللي هي ار ال زائد الجي اكس ال في الزد دي، لانهم الاثنين بيساووا بعض. فقمت جاي معوض بالقيمه دي هنا بتاع التوالي، حطيتها في بتاع التوازي. فقمت جاي حاطط هنا باشمهندس بقت الار جي اكس ال، خلاص. طبعا دي ار ال زائد الجي اكس ال، خلاص. يعني دي الار ال اللي هنا، معلش، خلاص. يعني الار دي هي المفروض ار ال بتاع الملف. رحت عملت ايه يا باشمهندس؟ رحت انا كل اللي انا عاوز اجيبه، انا عاوز اجيب قيمه الار بي وقيمه الاكس بي. ازاي اجيبهم؟ اول حاجه رحت ضربت الجزء ده في المرافق. ضربت في المرافق ازاي يا باشمهندس؟ هو حطيت سالب عند الجي، يبقى ار ناقص الجي اكس ال على ار ناقص الجي اكس ال. طبعا الطرفين دول قد بعض فيطيروا مع بعض، فانا ضربت في ار جي اكس ال على ار ناقص الجي اكس ال. ده المرافق ضربت فوق وتحت في طبعا فوق هيبقى في واحد، مفيش مشكله. تحت طبعا مرافق اما ينضرب في بعضهم هيبقى مربع الاول زائد مربع التاني، فهيطلع القيمه بتاعتي يا باشمهندس. طبعا القيمه فوق مضروبه في واحد مفيش مشكله، تحت هيبقى مربع الاول يبقى ار تربيع زائد مربع التاني لو اكس ال تربيع. الناحيه التانيه يا باشمهندس خلاص هي واحد على ار بي، مفيش زي ما هي. طبعا الجي انا طلعتها فوق خلاص، فضربت فوق في جي وتحت في جي، خلاص جي على جي يعني. فالجي في جي بسالب واحد طلع السالب هنا، وفوق جي طلع بالقيمه سالب جي واحد على اكس بي. كل اللي عملته يا باشمهندس انا رحت جبت ده وزعت المقام، وزعتهم على الاثنين، فطلع معايا ار على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع ناقص جي في اكس ال على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع. خلاص انا وزعت الار على ده والاكس ال على اللي تحت برضه. فانت هتلاحظ يا باشمهندس كل اللي انا هعمله ان انا هساوي الريال بالريال والايماجيناري بالايماجيناري. تعال نشوف كده يطلع ازاي. لو انا خدت الريال اللي هو الار على ار تربيع زائد الاكس ال تربيع، سويته بالريال اللي هو واحد على ار بي، خلاص. يبقى الار بي بتساوي ايه؟ هيساوي مقلوب ده، يبقى الار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الار. وده اول قيمه معاك في الملف البي دي اف اللي الدكتور مديه لك. الار بي هتساوي ار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الار ال، خلاص. يبقى الار ال زائد الاكس ال على الار ال. طب الاكس بي يا باشمهندس تعالى كده، سالب جي وسطها هناك الناحيه السالب جي، فانا هساوي الطرف ده هيبقى يساوي الطرف ده. فالاكس بي هتساوي ار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الاكس ال تربيع. يبقى ده يا باشمهندس التحويله اللي الدكتور اديها لك لو انت حابب تعرف جيت ازاي. خلاص دي التحويله، لو انا صغرتها لك كده بس ايه، تحس ان انت ايه ممكن تشوفها كلها على بعضها كده. دي يا باشمهندس التحويله اللي انت لو حبيت ازاي تحول مقاومه مع ملف توالي، تحولهم الى مقاومه مع ملف توازي. تمام كده يا باشمهندس، يبقى احنا حولنا المقاومه والملف الى مقاومه وملف توازي. طلع معانا اللي هو الار والاكس بي، خلاص، بالقيمه اللي انا كنت سايبهم لك من شويه. بعد كده يا باشمهندس بعمل ايه؟ بخلي ده يا باشمهندس عباره الار بي مع الار اس توازي، بجمعهم مع بعض في ار توتال، خلاص. يبقى معايا الار الاكس بي الاكس سي، دول الثلاثه توازي مع بعض، وده نفس الشكل اللي كان فوق اللي هو الاي دي. بعد كده يا باشمهندسين طبعا بروح اجيب بعض القوانين، بس انا عاوز اوضح حته في القانون. اما يبقوا الثلاثه خلاص ظبطتهم مع بعض الار دي اللي هم الاثنين كانوا الار توازي مع بعض، الار توتال بتاعتهم مع الاكس بي مع الاكس سي، امتى يبقى يونتي باور فاكتور يا باشمهندس؟ قلنا لما تبقى الاكس بي اللي هي جي اكس بي بتساوي سالب جي اكس سي. اما يساووا بعض خلاص الاثنين هيطيروا بعض كده، وهيبقى الار بس، يبقى ده اليونتي باور فاكتور. يبقى معنى اليونتي باور فاكتور انه عاوز يساوي الاكس بي بالاكس سي. خلي بالك الاكس بي هنا مش الاكس ال، دي الحته انا عاوز انبهك ليها قوي، ان الاكس بي لها قيمه هي الار تربيع زائد الاكس ال تربيع على الاكس ال. يبقى الاكس بي لها قانون هنا، والاكس بي هي اكس ال تربيع ار ال تربيع على الاكس ال، خلاص. فانت طبعا هتساويهم ببعض وهيطلع لك في الاخر يا باشمهندس القانون بتاع اللي هو الفريكوانسي في حاله البارل. طبعا البي دي اختصار، طبعا هيبقى عندنا اختصار بارل، واليو هي كلمة يونيتي. يبقى الاف اختصار كلمة بارلل، طبعا ساعة ما تلاقي اف بي يبقى قصده عليها البارلل سيركت، واليو هي اليونيتي. خلاص هتطلع في الاخر هي 1 على 2 باي جذر ال اللي هي بتاع الملف الاصلي خالص اللي كان فوق اللي هو الاكس ال، ودي بتاع الاكس سي بتاع المكثف، ودي طبعا السي وال ال نفسهم، والار ال بتاع المقاومة بتاع الملف ذات نفسه، المقاومة الداخلية.
قصدي المقاومه الداخليه للملف. طبعا الواحد على 2 باي جذر ال سي دي كانت بتاعه الايديال، كانت قيمه الايديال. فهو قال لك هنا طبعا فريكوانسي بتاع البي اللي هي البارلل، اي اختصار كلمه ايديال. تاني حته يا باشمهندس، خلاص دي اللي انا عاوز اكدك عليها قوي. الدكتور هنا في الجزء بتاع البرر خلاص قال لك حتت كتير قوي عديها، فانت عديها من دماغك بقى عشان ما تلخبطش في حساب الكيو والباند باس فلتر والباند ويدث فلتر. خلاص هنا في اجزاء كتير عديها فانت عديها، خلاص مش دماغك بقى ولا الرسومات ولا بتاع الحاجه اللي قال لك عديها، فانت ركز قوي في الفيديو وعد حاجات كتير قوي. تعالى يا باشمهندس، طبعا هو شرح لك الاكزامبل، احنا هناخد عن تعقيب بس على الاكزامبل اللي هو 9 6. اما جه طلب منك ذا ايديال ريزونانت والماكسيمم امبيدنس ريزونانت واند اليونيتي باور فاكتور امبيدنس فريكوانسز. كلمه فريكوانسز يعني معناها يا باشمهندس ان عاوز الترددات في حد الايديال الماكسيمم اليونيتي، فريكوانسز هنا جامع خلاص. فهو يا باشمهندس عاوز الترددات يعني ايديال ريزونانت مش عاوز ال سي. خلاص هي كانت هنا غلطه في الكلام والدكتور بيتكلم، هو ايديال ريزون حتى هو ما جه حساب حسب الفريكوانسي، ايديال ريزونانت فريكوانسي يعني عاوز الفريكوانسي في حاله الايديال، الفريكوانسي في حاله الماكسيمم، الفريكوانسي في حاله اليونيتي. خلاص كانت الحته دي في الاكزامبل اللي هو 9 6. في نفس المساله برضه عشان نسليها تعقيب بسيط بخصوص الزد المقاوم، طبعا انت حسبت في الماكسيمم، في الماكسيمم فالي خلاص اللي هي في الماكسيمم ريزونانت في حاله الماكسيمم يعني جاب الزد. الزد طلعت معاك يا باشمهندس من 254.6. طب في حاله البير يونت انت كنت بتقول يا باشمهندس هناك في حاله الايديال كان في حاله البير يونت كانت الزد بتساوي الار وكانت هي دي الماكسيمم. هنا فعلا هي الماكسيمم، الزد هنا ب 254. طب تعالى نشوف تحت بكام. في حالة زي ما انت شايف كده الامبيدنس في حالة اليونيتي باور فاكتور، تعال نشوفها بكام. شوف الزد هنا يا باشمهندس ب 250، وطبعا هي نفسها الار لان هي الزد في حالة البير يونت هي نفسها الار، فالار ب 250 فالزد هي بتساويها. خلاص هو طبعا قاعد يحسبها، انت كان ممكن هنا توفر وقت وتقول له الزد هي نفسها الار فوق. خلاص كان ممكن تقول له الزد هي نفسها الار بيساوي نفس القيمة، بيساوي 250 اوم. وهتلاحظ يا باشمهندس ان هي اقل من اللي فوق، اللي فوق 254 خلاص. ففعلا اللي فوق هي الماكسيمم امبيدنس. فهنا في حاله البير يونت، في حاله الاكشوال البير يونت ما بيبقاش في الزد فيه هي الماكسيمم، ما تبقاش الزد بتساوي الار هي الماكسيمم، لا هي قيمه ثانيه زي ما احنا حاسبينها فوق. تاني حته يا باشمهندس عاوز اعقب فيها طبعا في نفس الاكزامبل اللي احنا واقفين عنده اللي هو الاكزامبل 9 6، والاكزامبل اللي وراها طبعا هيقابلك نفس المشكله اللي هي حساب الكيو، الكيو بي اللي هي كواليتي فاكتور. هتقول لي يا باشمهندس طبعا توضيح بس قبل ما نخش في الكواليتي فاكتور ده يا باشمهندس، خلي بالك هنا كل الحاجات المحسوبه هنا كقيم في الزوايا خلاص. فهنا الدكتور كان طبعا انت الزوايا مش هتعرف تجيبها، فانت حاسب كل الجهود والتيارات كقيم خلاص. فانت تركز في الحته دي، طبعا هنا الجهد كقيمه، وطبعا ار زائد جي اكس ال هتطلع قيمه وزاويه، فخد القيمه بس يعني الار زائد جي اكس ال هتطلع مع القيمه وزاويه، فانت هتاخد القيمه وتقسم القيمه بتاع الجهد على القيمه تديك القيمه خلاص. طبعا احنا مالناش دعوه بزاويه التيار، مش محتاجينها هنا. الحته اللي انا هيقابلك فيها مشكله يا باشمهندس اللي هي ذا سيركت كواليتي فاكتور. خلاص هنا هيقابلك مشكله في السيركت كواليتي فاكتور، هنا هيقابلك مشكله ان انت ما انتش عارف انت انهي ار بي هتقسمها على انهي اكس بي خلاص. فالاكس بي دي جوه تردد، انهي تردد هستخدمه، تردد البير يونت ولا تردد الايديال ولا تردد الماكسيمم. فانت هنا هيقابلك مشكله، كما ان هنا الباند ويدث هو فعلا هستخدم تردد الايديال ولا المفروض استخدم هنا تردد تاني غير الايديال، لان الدائره هنا مش ايديال، استخدم بتاع البير يونت ولا استخدم بتاع الماكسيمم. فهنا هنا في اشكاليه هتقابلك ان انا هتلخبط ما بين الدوائر اللي عندي الايديال وبعد كده الدوائر الاكشوال، والدوائر الاكشوال لها نوعين، نوع بيبقى فيه المقاومه موجوده توازي مع الملف خلاص، طبعا مش النوع ده يعني، النوع اللي احنا واقفين ده مش هو ده اللي انا قصدي عليه. في ده النوع اللي بيبقى جوه الملف جواه مقاومه، في نوع كمان اللي بيبقى اصلا مقاومه توازي معاهم، يعني في هنا كمان مقاومه بتبقى توازي معاهم خلاص. فانا في جميع حالات الكيو هتنحسب ازاي والباند ويدث هتنحسب ازاي خلاص. تعالى ما نديك اختصار للقوانين دي عشان ما تتلخبطش. طبعا القيم اللي هتبقى طالعه معاك هنا في الاكزامبل 9 6 طبعا القيم دي غلط، 5.2 دي غلط، وبرده كذلك القيمه بتاع الباند ويدث دي غلط خلاص. فعشان ما تتلخبطش احنا كنا هنديها لك ونقول لك تستخدمها ازاي دلوقتي. تعالى كده يا باشمهندس معايا بقى نبتدي نوضح لك حوار الكواليتي فاكتور والباند ويدث وازاي تحسبهم وازاي تاخد انهي فريكوانسي في الحاله دي. تعالى يا باشمهندس كده في حاله الايديال
الايدل. يعني ايه الايدل يا باشمهندس؟ يعني انت عندك الار والاكس ال والمكثف متوصلين مع المصدر عادي، مفيش الملف ملهوش مقاومه هنا، ملف ملهوش مقاومه داخليه، فانت الار مع الاكس ال مع الاكس دي يا باشمهندس قال لك الكواليتي فاكتور للدايره كلها هو عباره عن المقاومه الار على الاكس ال. طب ماشي يا باشمهندس، انا عارف ان هي الار على الاكس ال، اهم حاجه هنا يا باشمهندس الاكس ال هي عباره عن باي في الاف ال. التردد اللي هعوض بيه هنا خلي بالك هو الايديال فريكوانسي، خلاص هو الايديال فريكوانسي اللي هو 1 على 2 باي جذر ال ال سي، لو 1 على 2 باي جذر ال ال سي، خلاص ال بتاع الملف ده والسي بتاع المكثف. ماشي يا باشمهندس. طيب الباندويث، قال لك الباندويث يا باشمهندس هي عباره عن التردد اللي هو بتاع الايديال فريكوانسي، خلاص اللي هو الايدل طبعا دي بي بارر اي ايدل طبعا كيو بي بي، يعني ايه الكواليتي فاكتور بتاع البارر سيركت، بي ده اختصار كلمه بارر، هنا كانت اس عشان سيريز، فهنا التردد على الكيو، التردد هو الايدل فريكوانسي زي ما انا قايل. دي اول حته بتاع الايدل. طب بتاع الاكشوال يا باشمهندس، الاكشوال كان فيه رسمتين، اول رسمه يا باشمهندس ان المقاومه ار اس دي موجوده، والرسمه الثانيه الار اس دي مش موجوده. هتفرق؟ لا مش هتفرق، هو نفس القوانين بس هوضح لك حته في الثانيه هناك تريحك. هنا يا باشمهندس في حاله الاكشوال يعني الملف ليه مقاومه داخليه، الملف فيه مقاومه داخليه، كل اللي احنا بنعمله عشان بالقوانين اللي احنا التحويل اللي احنا حولنا الملف والملف والمقاومه دول لملف ومقاومه توازي. بعد كده خدنا المقاومه اللي طلعت معانا اللي هي اسمها ار بالاليل مع الار اس، خدناهم مع بعض توازي طلعت المحصله ار، وطبعا دي الاكس بي مع الاكس سي. قال لك يا باشمهندس الكواليتي فاكتور طبعا انت بعد ما بتحول، خلاص بعد ما تحول الار وتجيب الاكس بي طبعا بقانونها، طبعا انت عندك قانون الار، خلاص انت عندك قانون الار بي، معلش خلاص انت تقدر تجيب الار بي وتقدر تجيب الاكس بي عن طريق قانونهم. طبعا الاكس بي اهو قانونها هو الاكس ال تربيع زائد الار ال تربيع على الاكس ال. السؤال هنا يا باشمهندس انا لما اجي استخدم الكواليتي فاكتور، هي ماشي انت هتقول لي هي الار اللي انا جبتها المحصله على الاكس بي، ماشي ادي انا عارف، انا دلوقتي الاكس بي دي جواها اكس ال، الاكس بي جواها اكس ال، هعوض بانهي تردد؟ انا عندي تردد البير يونت، عندي تردد الايديال، عندي تردد الماكسيمم. انا يا باشمهندس هنعوض بتردد البير يونت، يبقى انت لما تيجي تعوض يا باشمهندس هتعوض لي بتردد البير يونت فريكوانسي، خلاص اللي هو كان 1 على الاثنين على 2 باي جذر ال سي جذر 1 ناقص المعادله اللي الدكتور كان مدالك، خلاص انت تعوض البير يونت، تعوض بالفريكوانسي بير يونت وليس الفريكوانسي ماكسيمم او الايديال، كمان هتعوض بالفريكوانسي بير يونت، تجيب الاكس ال خلاص والار ال على الاكس ال. طب الباند ويث يا باشمهندس قال لك طبعا تردد البير يونت، خلي بالك تردد البير يونت على الكيو بي اللي انت جبتها اللي هي كواليتي فاكتور، تمام يا باشمهندس. طيب الحاله الثانيه ايه يا باشمهندس؟ في حاله عدم وجود الار اس، خلاص في حاله عدم وجود الار اس اللي هنا خلاص، لكن الملف طبعا ليه جواه مقاومه داخليه مع المكثف، هنا مش هتفرق معاك يا باشمهندس، مش هتفرق، انت تروح تقول له يا باشمهندس طبعا تحول دول لاثنين توازي، تبقى معاك الار بي التوازي مع الاكس بي، دي المكافئين للار والاكس ال، خلاص بقت عندك الار والاكس بي والاكس سي، خلاص تروح بنفس القانون طبعا هتقول له الكواليتي هي ار على اكس، يبقى الار بي هنا في الحاله بتاعتي مع الاكس بي، مفيش مشكله. طبعا ما تنساش ان انت هتعوض سواء في الار بي او الاكس بي ايا يكن اللي انت هتجيبه، ان انت هتعوض بالبير يونت برضه، خلاص احنا هنا في الحالات دي بنعوض بالفريكوانسي بير يونت. دي كانت الحته اللي كنت عايز تلاحظها قوي، ان انا اعوض بالفريكوانسي بير يونت. طبعا انا مش هندس الار بي قانونها معايا هو الاكس ال تربيع زائد ار ال تربيع على الار ال، وقانون الاكس بي التحويله بتاعته كانت اكس ال تربيع ار ال تربيع اكس ال، اما نيجي نعمل الاثنين مع بعض طلع يا باشمهندس المحصله بتاعتهم هي الاكس ال على الار ال. قال لك طلعت المحصله بتاعتهم معايا هي الاكس ال على الار ال، اللي هي فين يا باشمهندس؟ اللي هي الاكس ال بتاع الملف على الار ال هتديني كيو بي. يبقى انا يا باشمهندس مش محتاج ان انا احسب الار بي ولا محتاج احسب الاكس بي في الحاله دي، في حاله الملف بالشكل ده اللي ما فيهوش الار اس اللي كانت توازي هنا، قال لك على طول مباشره تقدر تحسب الكيو اللي هي كواليتي فاكتور للدايره كلها، هي عباره عن اكس ال على الار ال،
خلاص هي عبارة عن معلش هي عبارة عن اكس ال على الار ال، خلي بالك عشان هم مقلوبين عن دول، يعني دي ار على اكس دي اكس على ار، خلاص يبقى هي الاكس ال على الار ال. خلاص طبعا هتقول لي هنا يا باشمهندس برضه التردد هتستخدمه بتاع البير يونت، مش مشكلة، خلاص التردد هو البير يونت، خلاص دي مباشرة على طول هتقدر تعوض بقى وسهل. يبقى كيو بي في حالة الرسمة دي على طول ينفع اقعد باكس ال على ار ال، ودي بنسميها برضه هي كيو ال، هي كواليتي فاكتور للملف ذات نفسه، هي كواليتي فاكتور للملف ذات نفسه. خلاص طب الباند ويدث يا باشمهندس هتقول له طبعا هو نفس الحوار، انا لك القوانين مش مختلفه بس ده قانون زياده ممكن تستخدمه للسهوله فيه. هنا هي التردد بير يونت على الكواليتي فاكتور اللي انت جايبه. الحته اللي انا عاوز انبهك لها قوي يا باشمهندس، خلاص جانس، الحته اللي انا عاوز انبهك لها قوي في حاله حساب الاكشوال، اما تيجي تحسب الاكشوال ان لازم الاول تحسب الكيو ال، لازم تحسب الكيو ال سواء في الرسمه اللي فاتت او الرسمه دي في حاله الاكشوال لازم تحسب الاول. هو طبعا الكتاب مش عامل كده بس لازم تحسبه، لازم احسب الكيو ال اللي عباره عن الاكس ال على الار ال. طبعا انت معاك الاكس ال، خلاص انت تحسب الاكس ال مع الار ال. انا اول حاجه يا باشمهندس زي ما قلت لك في مسائل الاكشوال هروح احسب الكيو ال اللي عباره عن الاكس ال على الار ال. طبعا الاكس ال هتعوض جواها بالاف بير يونت، تمام، انت هتضطر تجيب الاف بير يونت بالقانون بتاعها، هتضطر تجيب الاف بير يونت بالقانون بتاعها اللي هو ده، اللي هو 1 على 2 باي جذر ال سي 1 جذر 1 سي ار ال تربيع على ال ال. انت معاك البيانات، هتبقى معاك البيانات كلها، مش هتقدر تجيب الاف بير يونت، خلي بالك الاف بير يونت وليس الايديال. خلاص بعد ما بتجيبها يا باشمهندس، بعد اما بتجيبها بتشوف الكيو ال لو هي اكبر من 10. ليه انا بجيبها؟ لان قال لك لو كيو اكبر من ال 10 بقدر اقول في الحاله دي ان الاف بير يونت الفريكوانسي عند البير يونت هو نفس الفريكوانسي عند الايدل، هو نفس الفريكوانسي عند الماكسيمم، يبقى انت ضربت كذا حاجه ببعضهم. ويا سلام بقى لو حظك حلو، لو حظك حلو وطلعت الرسمه في الاكشوال هي الشكل ده مش التاني، يعني لو طلعت حظك حلو وطلعت الرسمه في الشكل بالشكل ده وليس هنا في مقاوم، لو طلعت بالشكل ده على طول يبقى انت اصلا حاسب الكيو بي لو طلبها، يبقى معاك الكيو بي لان الكيو بي في الحاله دي هي نفسها كيو ال. فانت شوف كذا حاجه استفدتها، يبقى انت اول حاجه عشان تحسب الكيو ال في الاكشوال، بس بتحسب الكيو ال في الاكشوال، بتروح عشان تقول له الكيو ال في الاكشوال تقول له الاكس ال على الار ال. طب التردد هيبقى ايه يا باشمهندس؟ التردد بتاع البير يونت بعد ما اجيبها اشوفها، لو هي اكبر من 10 يبقى ده هتوفر علينا المساله، وهو توفر حاجه كتير، هقول له الاف بير يونت بيساوي الاف بتاع الايديال بتساوي الاف ايه بتاع الماكسيمم، والكيو ال لو بتساوي كيو بي لو انا عندي الرسمه نفس الرسمه اللي فوق دي. خلاص لو الشكل ده، لكن لو الشكل الاولاني لا، هضطر احسب الكيو بي وهضطر احسب الباند ويدث. خلاص طبعا الكيو بي وبعد كده الباند ويدث طبعا هو الاف بير يونت على الكيو بي. طبعا المساله اللي فيها حسب فيها كيو ال هي المساله الوحيده الاخيره خالص، هي المساله في كتاب الاكزامبل 9 8. خلاص دي المساله الوحيده اللي حسب فيها كيو ال، لان هو كان عارف انها هتطلع اكبر من 10، عارف ان كيو ال هتطلع اكبر من 10، وقال لك في الاخر التردد بتاع البير يونت هو نفس التردد بتاع الفريكوانسي بتاع البير يونت، هو نفسه بتاع الايديال، هو نفسه بتاع الماكسيمم. بس في حته هنا عاوز اوضحها لك في المثال الاخير بتاع الكتاب. خلاص هو ماجستر ده المثال عشان اللي انا قصدي عليه اللي هو الاكزامبل 9 8، هو الدكتور ما شرحهوش ده الاكزامبل ده يا باشمهندس، هو راح جايب التردد. طبعا خلي بالك التردد هنا مش هنحسب الايديال، انت هتحسب البير يونت. خلاص هنا احنا هنحسب البير يونت، ده غلط، المفروض نحسب هو يعني انا هو طبعا هيبقوا نفس الترددين في الاخر، بس هو المفروض تحسب البير يونت، خلاص هيبقوا قريبين جدا من بعض. هو هنحسب البير يونت، بعد ما تحسب البير يونت تروح تحسب الكيو، اشوف الكيو. طبعا الكيو هنا طلع كام؟ 204 اكبر من 10. خلاص فانت هتقول مباشره ان الثلاثه بيساووا بعض، هتقول يا باشمهندس اكبر بكتير من 10، طبعا هو ده اللي عاوزه. فانت هتقول له الفريكوانسي بتاع البير يونت والفريكوانسي بتاع الماكسيموم الاثنين بيساوي الايديال، خلاص الثلاثه بيساووا بعض. فانت وفرت على نفسك حل وتقدر تكمل المساله عادي خالص وتحل المساله، خلاص فهم الثلاثه بيساووا بعض، وتبتدي تكمل حل المساله عادي خالص معاك لو الكيو اكبر من 10. خلاص تمام كده يا باشمهندس، يبقى انت اول حاجه بتحسب الكيو في جميع المسائل، خلاص سواء في الاكشوال بتحسب الكيو ال وتشوفها لو اكبر من 10، خلاص بتستخدم الكلام اللي قلت عليه، اقل من 10 طبعا بتستخدم القوانين العاديه اللي احنا كنا ايه بنقولها او بنحل بيها المسائل. خلاص انا مش هعرف الورقه من شويه. تعالى يا باشمهندس نشوف في الاكزامبل مثلا 9 6، اما جه حسب الكيو
اللي هي كواليتي فاكتور، وحسب طبعا في التسعير طبعا من 96 وانت نازل لتحت حسب الكواليتي فاكتور والباندويث. خلي بالك طبعا هنا الار بي والاكس بي طبعا هقيمها عمرها ما تطلع 5.2 خلاص. طبعا في المثال اللي قدامنا ده هو مثال ما فيهوش الار اس. المثال هنا تعال نشوف الرسمه بتاعته كده، الرسمه هنا ما فيهاش الار اس. فطبعا الحاله دي احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم القانون ده على طول. خلاص هي نفس الرسمه بتاع ده، خلاص هي نفس الرسمه، هي الشكل ده كده بالظبط. فانا ينفع اقول ان الكيو بي هي نفسها كيو ال اللي هي بتساوي الاكس ال على الار ال. فانا ينفع ان انا اقول الاكس ال على الار ال على طول. طب الاكس ال مش هنسى احسبها ازاي؟ قال لك الاكس ال هتبقى هي بتاع البير يونت. فانا رحت خدت بتاع البير يونت. طبعا احنا كنا حاسبين في المساله دي المعطيات كلها حتى بتاع البير يونت، يعني دي اهي دي معطيات البير يونت. واحنا رحنا حسبنا الاكس الاكس ال اهي، الاكس ال في البير يونت اهي 48.9. هاخد الاكس ال دي واقسمها على الار. الار زي ما انت شفت في المساله فوق ب 10 اوم، الار فوق ب 10 اوم. فانا هقسم القيمه دي على 10 اوم هتطلع ب 4.8، ب 4.89 يعني. فهي 5.2 دي غلط خلاص. او ان انت تاخد قيمه الار، الار طبعا بي على الاكس بي زي ما انا قايل لك، هتاخد الار بي اللي هي التحويله بتاعتك. الار بي فين يا باشمهندس؟ الار بي اهي بتاع البير يونت، تقسمها على الاكس بي. خلاص هتقسم 250 على 51 هيطلع لك نفس القيمه. بالنسبه للباند ويدث يا باشمهندس، التردد مش الايديال، هنستخدم بتاع البير يونت ده غلط، هنستخدم بتاع البير يونت. كذلك برضو من بقية المسائل اللي وراها برضو الار والاكس بي هتاخدهم بتوع البير يونت، والتردد هنا هتاخده بتاع البير يونت. خلاص تمام كده فهمتين. بالنسبه لنا كده احنا خلاص خلصنا شابتر الريزونانس. هو معلهوش بالنسبه لنا، احنا هنكتفي بمسائل الدكتور عشان ما نطولش عليك. احنا المسائل اللي هتيجي في الامتحان هتبقى في الشابتر بتاع الفلتر، فاحنا ده اللي هنبتدي ندي فيه مسائل ونجيب فيه المسائل بتاع الامتحان السنه اللي فاتت ونبتدي نحلها. خلاص انا كل يهمني ان انت تبتدي تاخد النظري وتفهمه بس عشان هيساعدك في الجزء بتاع الفلتر اللي جاي. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ وتعالى النهارده نبتدي في الشابتر رقم 10 السكشن على الدور في الشابتر رقم 10 والفلتر. تعالى يا باشمهندس، خلي بالك الشابتر ده هو اللي عليه المسألة اللي هتيجي في الامتحان. تعالى احنا نبتدي نسمع النظري بتاع الدكتور، وبعد كده احنا في الاخر ان شاء الله هنبتدي نعقب عليه. يعني كل يهمني وانت طبعا انواع الفلتر. خلاص انت عندك اللو باس فلتر، الهاي باس فلتر، الباند باس فلتر، الباند ريجكت فلتر. انا كل يهمني وانت تركز قوي مع الدكتور في الحته بتاع الباند باس فلتر. هي طبعا عباره عن جزئين، عن جزئين اللي هو الكاسكيتد والسيريز والبارل. انا كل يهمني الحته بتاع السيريز ريزونانس باند باس فلتر، هتركز علينا الحته اللي هتيجي فيها المساله بتاع الامتحان. خلاص ودي اللي تهمني. خلاص هيجي لك المساله بتاع الامتحان على الجزئيه بتاع الباند باس فلتر اللي هي سيريز ريزونانس. يبقى سيريز ريزونانس الباند باس فلتر وانا هشرحها في الاخر. خلاص فدي تركز فيها قوي 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 قوي، لان دي اللي هنعمل عليها السكشن وهيبقى في قلبها الامتحان، المساله اللي جايه في الامتحان. خلاص الدكتور حل فيها مساله وهي جايه في الامتحان. خلاص إيه طبعا ريزونانس هي طبعا اسمها سيريز ريزونانس، فمعتمد على الجزء بتاع السيريز ريزونانس، فعشان كده هو مش هيجيب حاجه في الريزونانس. إيه المساله هتيجي من هنا هتبقى شامله الاثنين مع بعض، وبيبقى على 15 درجه، فانت تركز قوي هنا فيها. خلاص وتركز على النظر فيها. تعال نروح مع الدكتور كده، وبعد كده نرجع تاني على الجزء الاولاني نعقب، وبعد كده على الجزء التاني ونعقب ونضيف لك الحته بتاع السيريز ريزونانس، وان شاء الله نبتدي نعمل لك المسائل بتاعتك. في الفلترز يا شباب، انت عندك اي دايرة كهربية، اي دايرة خلاص، بتختار مجموعة ترددات تظهر او تتمنع، ده بيتقال عليها فلتر. يبقى الفلتر هو عبارة عن دايرة كهربية، عبارة عن الكتريكال سيركتس خلاص ديزايند، هي متصممة علشان تختار تنتقي مجموعة ترددات تظهرها او تظهرها. كلمة select أو reject ده معناها إن التردد ده يظهر أو يتمنع، يظهر أو يتمنع خلاص.
بتتكون بقى من حاجتين رئيسيتين كده، مش مهم قوي تخش في التفصيله دي، ان هي حاجه اسمها باسيف فلترز واكتيف فلترز. بس اقول لكم الباسيف فلترز اللي بتتكون من مقاومات ومرفات المكثفات، والاكتيف اللي بيبقى فيها ترانزستورز واوبريشنال امبليفاير وحاجات من دي يعني، وبرضه معاهم مقاوم ومرف ومكثف. تمام، بس احنا هنتكلم بشكل اساسي في الشابتر ده عن الباسيف فلترز اللي هي بتتكون من مقاومه وملف ومكثف. يبقى نقول تاني ايه فايده الفلترز؟ فايده الفلترز بشكل اساسي وواضح وصريح خلاص بتبقى في الكوميونيكيشن. خلاص انت لازم في الكوميونيكيشن لازم تستخدم الفلترز. على سبيل المثال انت مثلا صوتي ده وصل لكم ازاي؟ خلاص الصوت ده اتحول من كلام انالوج الى سيجنال ديجيتال، فحصل حاجه اسمها سامبلينج، وبعد كده اتحمل على موجه او اتحمل على تردد، التردد ده مشى في الاسلاك لحد لما وصل لكم، بيتشال التردد الحامل ده وبيبقى صوت يوصل لكم. تمام، لو اتكلمنا برضه عن الراديو نفس الكلام، انت المذيع بيتكلم بيتحمل الصوت بتاعه على موجه الراديو. خلاص هو دلوقتي بقوا ترددين، تردد كلامه وتردد موجه الراديو، يوصل لك على الراديو بتاعك في البيت. تمام، تلغي او تفلتر التردد بتاع الراديو ويبقى صوتك. خلاص يبقى كلمة يا شباب الفلترز دي مهمة جدا 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 في نظم الاتصالات. هل يا ترى في نظم القوى الكهربية محتاجين فلترز؟ اه محتاجين فلترز. وهل يا ترى برضه في النظم الحاسبات برضه محتاجين فلترز؟ اه محتاجين فلترز. هقولها دلوقتي ليه؟ زي ما قلت لكم انا مش بس الفلتر موضوع ان الراديو يتحمل ويتفلتر وكلام من دول. طب افترض انت حد عمل تشويش، حد عمل نويز، تمام؟ لما تبقى مثلا موجة عايزين نشوشها مثلا، فانت بتروح مطلق تردد معين عشوائي على الموجة الرئيسية، فالموجة تشوه، تيجي تسمع صوت الراديو ما تلاقيش نفسك سامعه، تيجي تسمع صوت المعلومة اللي توصل لك بنظام الكوميونيكيشن سيستم تلاقيه مش واصل، تلاقيه مش ظابط. خلاص يا ترى ده سببه ايه؟ سببه ده ان في تردد دخيل دخل. يبقى انت برضو في السيستم بتاعك اللي انت مصممه لازم تفلتر التردد الدخيل اللي مش عاجبك دون وعايز تشيله من السيستم. طب هل يا ترى في البار سيستم محتاجين فلترز؟ اه محتاجين فلترز. عندنا بقى الموضوع قوي شوية في البار سيستم، الترددات العالية بتسبب مفاقيد كبيرة، بتخلي مثلا حاجة زي المحولات تسخن، تسخن بشكل كبير جدا، المواتير تسخن. خلاص بيتقال عليها حتى الكواليتي بتاعة الباور سيستم بتقل، يبقى انت في الاخر بتحتاج فلترز عشان تشيل كل الترددات العالية دي. خلاص بيتقال عليها هارمونيكس، بيتقال عليها التوافقيات. خلاص فانت محتاج يا باشا في الحالة دي، لو انت محتاج الترددات القليلة، اسمعوا بقى التصنيف بتاع الفلترز عموما، لو انت محتاج الترددات القليلة تظهر فبيتقال عليها لو باس فلتر، الترددات القليلة هي اللي تظهر. طب لو انت محتاج الترددات العالية يبقى هاي باس فلتر. في ساعات بقى لا، لا محتاج العالي ولا محتاج القليل، انا عايز شوية في النص، بيتقال لهم باند باس فلتر. باند باس فلتر جاية من الباند ويتس كده، جاية من الباند ويتس اللي خدناها المرة اللي فاتت، ان مدى الترددات اللي ما بين الاف 1 والاف 2 فاكرينهم بتوع الرنين، هم دول اللي يظهروا والباقيين يتلغوا. في حاجة اسمها باند ريجكت. ايه الباند ريجكت ده بقى؟ الباند ريجكت ده عكس الباند باس. الباند باس بيظهر شويه ترددات في النص ويلغي اللو ويلغي الهاي، يلغي الترددات العاليه ويلغي الترددات القليله. طب الباند ريجكت لا، الباند ريجكت هيعدي العالي وهيعدي الواطي وهيلغي الشويه اللي في النص، يعني بينتقي شويه ترددات ما يظهرهمش، بيعمل لهم ريجكشن، بيعمل لهم الغاء. خلاص احنا هنتكلم بس في الشابتر دوم بس يا شباب عن الباسيف فلترز. تمام، تعال نبدا باللو باس فلتر. اللو باس فلتر ببساطه بيتكون يا مقاومه وملف لوحدهم يا مقاومه ومكثف. شوفوا الفكره الظريفه دي، الفلتر ومش الفلتر والموضوع كبير والموضوع صعب وبتاع، هو ده الفلتر، شايفين ده اهو، بس كده مقاومه ومكثف بس كده. اه بس كده، وفلتر وعمال تحكي لنا حكايات وبتاع، اه هو كده خلاص. طب الفلتر ده بقى بيشتغل ازاي؟ تعالوا معايا بقى في الرحلة دي،
تعالوا معايا ندخل ترددات قليلة وندخل ترددات عالية ونشوف هل يا ترى الترددات القليلة اللي دخلت عدت ولا ما عدتش، حصل لها لو باس ولا ما عدتش. مع لو باس ار سي فلترز، انا مقاوم مقاومة ومكثف، هل يا ترى المكثف ده اظهر الترددات القليلة ولغى الترددات العالية ولا لا؟ الشكل اللي قدامنا ده شوفوا المقاومة فين والمكثف فين، المقاومة فين والمكثف فين، لان او اسمع الحتة دي، لو عكستهم، وده هياخدها كمان 5 دقايق، لو عكستهم يبقى هاي باس. الفكرة دي كده، مقاومة ومكثف، ولو خارج على المكثف يبقى لو باس، عكست البوزيشن بتاعهم والخارج بقى على المقاومة يبقى هاي باس، لو عكست الملف ده المكثف ده وخليته ملف يبقى هاي باس، لو عكست الملف في مكان المقاومه يبقى لو باس. يعني هنشوف الحوار ده كله، كل الليله دي، فانت اصلا ممكن الشابتر ده تحفظ الدايره دي بس وخلاص، والباقيين بالدماغ كده، عكست اماكنهم يبقى هاي، خليت الملف مكثف يبقى هاي، جبت الملف والمكثف وعكستهم يرجع له تاني، خلاص. طب نفهم بقى الفكره دي ماشيه ازاي، تعالوا معايا كده نسال نفسنا سؤال، لو دخل من هنا دي سي اللي هو التردد زيرو، لو دخل هو تردد قليل قوي 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 تقريبا بصفر، تردد لما يبقى بصفر الدي سي، انتوا شطار وجدعان وشفناكم في الميد تيرم، بتقلبوا المكثف ده لايه؟ لاوبن ايه؟ لاوبن سيركت، صح؟ كلمة اوبن سيركت اللي هي ده اهي، اوبن سيركت، يبقى مفيش تيار مر، يبقى فولتج دروب هنا بكام؟ بزيرو، يبقى الفي سبلاي هو الفي اوتبوت ولا لا؟ هو يبقى الصغير عدى ولا ما عداش؟ عدى. ايه يا عم انت بتقوله ده، فهمني تاني تاني تاني، احنا بنتكلم على الفلترز، بنتكلم ان المصدر اللي اسمه في اس ده اهو ممكن يكون تردد قليل او تردد عالي، وعايزين نشوف دلوقتي كلمه اللو باس، تردد القليل ده ظهر في الخارج ولا ما ظهرش، تردد القليل دخل هنا، كأنك حطيت هنا دي سي مثلا، الدي سي ده هو ده الام ده الـ ده الـ ده المكثف ده الامبيدنس بتاعته 1/2 باي اف سي، الفريكونسي بزيرو، يبقى 1/0 بما لا نهايه، يقلب المكثف ده اوبن سيركت، لما قلب اوبن سيركت يبقى اي حاجه هتدخل هتخرج ولا لا؟ يبقى ده لو باس ولا مش لو باس؟ لو باس. طب هل يا ترى الهاي اتمنع ولا ما اتمنعش؟ تعالوا نشوف مع بعض. التردد لما يبقى بما لا نهايه، بما لا نهايه 1/أوميجا سي او 1/2 باي اف سي، 1/ما لا نهاية بكام؟ صفر. اللي بتشغل المايك يا شباب يطفيه لو سمحت. تردد يا شباب لما يبقى بما لا نهايه 1/ما لا نهاية بكام؟ بصفر. زد بصفر، معوقه بصفر، تبقى تتقلب لشورت ايه؟ سيركت. طب الشورت سيركت الخارج جهد عليه بكام؟ فينا مقاومه؟ مقاومه بصفر، يبقى فرق الجهد عليها بكام؟ بزيرو. يبقى اللو، يبقى الهاي، سوري، يبقى الهاي فريكونسز الاوتبوت بتاعها بقى بكام؟ بقى بصفر. يبقى الدايره دي أدائها اختلف عند الترددات ولا لأ؟ التردد القليل بيظهر، التردد العالي بيختفي. لو احنا شفنا بقى العلاقة ما بين الجهد، عشان ده يا شباب الرسمة ده هي بتطلب منك في الامتحان، الرسمة ده هي بتطلب منك في الامتحان، خلاص؟ مش قصدي تحديدا يعني، هنحدد ان شاء الله يعني الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. المهم، في علاقة بقى ما بين مين؟ ما بين التردد والفي اوتبوت. الفي اوتبوت يا شباب، احنا قلنا لما التردد يبقى في زيرو، لما الفريكونسي بزيرو، الفي اوتبوت كانت بمين؟ كانت بفي اس. كل ما التردد يعلى، كل ما تلاقي الاوتبوت بيقل يقل 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 لحد لما التردد بيبقى بما لا نهايه. الفي اوتبوت كان بكام؟ كان بزيرو، صح؟ الفي اوتبوت كان
بزيرو. في هنا بقى معامل اسمه جين فاكتور. جين فاكتور ايه الجين فاكتور ده بقى؟ الجين فاكتور ده اقولك عليه بس بسرعة تاني، قول بس كمعادلات الفي اوتبوت بكام؟ بصوا كده معايا، بصوا للدايرة الظريفة اللطيفة ده، الدايرة دي الفي اوتبوت بكام يا عم؟ الفي اوتبوت بيساوي الفي سورس في الاكس سي على ار زائد جي اكس سي او سالب جي اكس سي. تاني، في سورس سالب جي اكس سي على ار سالب جي اكس سي، اهي الجهد الكلي في 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 اكس في الجهد الكلي في اكس سي يساوي 90 على زد نمعوك الكليه اللي هي جهاز التربيع الار تربيع زائد اكس سي تربيع، والزاويه تم ماينس 1 التخيلي على الحقيقي، تم ماينس 1 سالب اكس سي على الار. خلاص، تقسم الريال، تقسم الماجنتيود على بعضه والزاويه تطرحها من بعضها، فيطلع لك الفي اوتبوت بيساوي في سورس في اكس سي على جهاز تربيع الار تربيع زائد اكس سي تربيع، والزاويه تم ماينس 1 اكس سي على ار ناقص 90. عملنا ايه بقى؟ في معامل اسمه معامل النورماليزد جين. ايه بقى؟ اللي هو الريشيو بين الاوتبوت بالنسبه للانبوت، يعني الاي في ده بيساوي الفي اوتبوت على الفي انبوت، الفي اوتبوت على الفي سورس. ما انا عندي فين الفي اوتبوت اهو وفين الفي سورس اهو، لما تقسم الفي اوتبوت على الفي سورس يجيب لك معامل التكبير. يطلع من الاخر معامل التكبير ده هو ادي الفي اوتبوت بيساوي في سورس في اكس سي على جهاز تربيع ار تربيع زائد اكس سي تربيع، اكنك جبت في سورس ده تحت، فيطلع لك معامل التكبير بيساوي كام؟ اكس سي على جهاز تربيع ار تربيع زائد اكس سي تربيع، والزاويه تم ماينس 1 اكس سي على الار ناقص 90 درجه. ايه معامل التكبير ده بقى؟ هقول لكم عليه بقى دلوقتي حالا اهو. لما التردد، اسمع الحته دي، لما التردد يبقى صفر، لما التردد صفر احنا قلنا الاكس سي هتبقى بما لا نهايه، فما لا نهايه على ما لا نهايه تقريبا لما تعملها بالليمت وكلام من دول تطلع لك بصفر في الاخر، تطلع لك بصفر، فهتطلع لي في الاخر سوري اللي تطلع لك بواحد، لكنها ما لا نهايه على ما لا نهايه بواحد يعني. خلاص، يبقى تاني عند عند التردد صفر اكس سي بما لا نهايه يطلع لك معامل التكبير واحد. يبقى معامل التكبير واحد ده معناه ايه؟ معناه النسبة بين الدخل والخارج واحد، يعني لو الدخل في، لو الدخل في اس يبقى الاوتبوت في اس برضه، ما في اوتبوت تاني بيساوي في اس، يبقى النسبة بينهم بكام؟ بواحد. طب عند ما لا نهاية اي في بيبقى بكام؟ بزيرو. خلاص، ايه اللي انا عايزه برضه تاني من الحتة دي؟ فاكرين التردد، اسمع الحتة دي، فاكرين التردد الاف واحد والاف اتنين اللي هي الهاف باور فريكونسيز، هاف باور فريكونسيز، ده تردد اللي هو عنده العلاقه ما بين الدخل والخارج كباور نص، وبين الدخل والخارج كجهد او تيار واحد على جذر اتنين، واحد على جذر اتنين. هنا عندنا بقى معامل مهم جدا اسمه، مش اسمه بقى هناك هاف باور فريكونسيز، لا اسمه كات اوف، كات اوف فريكونسي. ايه الكات اوف فريكونسي؟ ده التردد اللي عنده جهد الخارج واحد على جذر اتنين من جهد الدخل، ده التردد اللي عنده جهد الخارج اللي اسمه في اوتبوت واحد على جذر اتنين من الفي سورس اللي هو 0.707. خلاص، ده تاني، ده الكات اوف فريكونسي، ده اللي عنده الار ساوت الاكس سي، يعني اكن يعني الجهد، الجهد على المقاومه والمكثف اكنهم قد بعض في الايه؟ في المقدار، بس مختلفين مع بعض في الزوايا. ده علاقتهم ايه بالجهد الكلي؟ اجيب الجهد الكلي في المقاومه دي على مجموع مين؟ المقاومتين، لما الار ساوت الاكس سي. يبقى عند الكات اوف فريكونسي ده بقى تردد مهم. يعني ايه التردد ده؟ ده التردد اللي بقدر احدد ان قبليه ترددات بتظهر وبعديه ترددات ما بتظهرش. يبقى الكات اوف فريكونسي ده عباره عن التردد اللي بيحدد لك السلكتيفيتي بتاعه الفلتر، بيحدد لك المكان اللي بقطع من عنده، قبليه اعلى من واحد على جذر اتنين، اعلى من 7 من 10، وبعديه اقل من 7 من 10. خلاص، لما سويت الاكس سي بالار، ودي الحاله اللي عندها كات اوف فريكونسي، اكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، والار بالار، يطلع لي الكات اوف فريكونسي بيساوي كام؟ وده اهم قانون هنا في بدا، او ده اول قانون مهم في الشابتر ده، نلف الكات بتساوي 1 على 2 باي ار سي، 1 على 2 باي ار سي. يبقى اول ما يجي لك مساله في الفلترز هيقول لك اعمل ديزاين، اعمل صمم دايره فلتر بكات اوف فريكوانسي كذا، خلاص، ومدي لك المقاومه، وش بالقانون ده اهو، اف
سي بتساوي 1 على 2 باي ار سي، معاك المقاومه تجيب قيمه مين؟ المكثف. ولازم ترسم الدايره وترسم الكاركترستكس، وكده المساله خلصت. ماشي. طيب الجين فاكتور قلنا، احنا قلنا عند الكات اوف فريكونسي بيساوي 1 على جذر 2 زي ما قلنا، اللي هي علامه 707. طيب نعيد بقى نفس الكلام بقى، هيبقى رغي بقى من دلوقتي، بنعيد في نفس اللي فات. تعالوا بقى نتكلم على لو باس فريكونسي بس ار ال بقى. فعمل ايه؟ عمل حاجتين، بدل المقاومه مكان المكثف وحط مكان المكثف ملف وخارج على المقاومه، او يعني ببساطه هي ار وال سيركت والخارج على الار مش على ال بقى. طب هل يا ترى، اسمعوا بقى الحته دي، هل يا ترى ده فعلا لو باس فريكونسي وبيطلع الترددات القليله وبيمنع الترددات العاليه؟ تعالوا نشوف. جهد الدخل في اس، تردده بزيرو، تردد صفر دي سي، يعني بيقلب الملف ده لشورت ايه؟ سيركت، صح؟ فيمر تيار، فيطلع لك ان مفيش هنا فرق جهد اصلا، يطلع لك ان فرق الجهد فقط على المقاومه، يطلع الفي اوتبوت بيساوي الفي سورس، ده عند الترددات القليله. طب عند التردد العالي، اكس اكس ال بتساوي 2 باي اف ال، والفريكونسي لما يبقى بما لا نهايه يبقى المقاومه بما لا نهايه تقلب اوبن سيركت ما يمرش تيار، وبالتالي جهد الخارج بكام؟ بصفر. فبيتقال على دون ايه؟ لو باس فريكونسي. الصغير عدى وظهر، الكبير اتمنع. خلاص الكبير اتمنع، ماشي يا شباب. طيب نفس القوانين اللي فات، الفي اوتبوت بيساوي كام يا شباب؟ الفي اوتبوت هنا بيساوي كام؟ قال لك بيساوي الفي سورس في الار على ار زائد جي اكس ال. الفي سورس في الار على ار زائد جي اكس ال، ار زائد جي اكس ال بتقلب لمقدار وزاويه ازاي؟ قال لك الجذر التربيع للريال تربيع زائد، تخيلوا تربيع والزاويه تان ماينس 1 اكس ال على الار. خلاص يطلع برضو معامل التكبير، لو انا جبت الفي اس قسمته على قسمت الفي اوتبوت على الفي اس يجيب لي معامل التكبير اللي هو الاي في. ونفس الكلام برضو عند الكات اوف فريكونسي بقى، الموضوع مختلف هنا سنه. كات اوف فريكونسي احنا قلنا لما الاكس ال بتساوي الار، كات اوف فريكونسي يا شباب اللي هي التردد اللي عندي بحدد الفلتر دوه قبليه اعلى من اعلى من 7 من 10، بعديه اقل من 7 من 10، وده التردد لما الار ساوت الاكس ال، اللي هو هنا لما الار ساوت الاكس سي برضه، بس الاكس ال هنا ار ساوت الاكس ال، ار ساوت الاكس ال، بس الاكس ال هنا 2 باي اف سي كات اوف في ال ال بيساوي الار، يطلع لي الاف كات ار على 2 باي ال. يبقى تاني عندي كام قانون للاف كات؟ قانونين في الار سي، 1 على 2 باي ار سي، في الار ال ار على 2 باي ال. تمام، يبقى في الار سي 1 على 2 باي ار سي، في الاف كات في الار ال ار على 2 باي ال. خلاص ماشي يا شباب. طيب ناخد مساله كده، قال لي ديزاين ار سي لو باس فلتر تو هاف كات في كات اوف فريكوانسي 1 كيلو هرتز اند كاباستور وما 1 من 10 مايكرو فاراد. مديني السي، هجيب الار دلوقتي. Sketch the output voltage and the phase angle versus log of frequency for the range from 0 to 20 F cut if the output voltage is 10 input voltage is 10 volt. ركزوا برضو معايا كده في الحركة دي، معلش بصوا معانا هنا في الزوايا، معلش دي الزاوية بتاع معامل التكبير. أسألكوا سؤال بسيط، حوض مرة تردد بصفر وتردد بما لا نهايه ونقول الزوايا بكام. لما التردد بصفر اكس سي بكام؟ بما لا نهايه، صح؟ ما الفريكونسي بزيرو والاكس سي 1 على 2 باي اف سي، يبقى الاكس سي بما لا نهايه. تم ماينس 1 ما لا نهايه بكام؟ ب 90 درجه. 90 ناقص 90 يطلع لي الزاويه بكام؟ بصفر. يبقى عند في اللوبس فلتر عند التردد صفر الفيس شيفت او الزاويه بتاع معامل التكبير او الزاويه ما بين جهد الدخل وجهد الخارج بتبقى بصفر. طب عند التردد بما لا نهايه، عند التردد بما لا نهايه اكس سي بقى بيقلب بيبقى صفر. يبقى تم ماينس 1 صفر وصفر، صفر ناقص 90 تطلع الزاويه بسالب 90. نفس الكلام ده في الار ال على فكره. بصوا هنا معايا، لو التردد بصفر
الاكس ال بصفر، بتم ناقصون صفر بصفر. طب عند ما لا نهايه بتبقى الاكس ال دي بما لا نهايه، تم ناقصون ما لا نهايه بسالب 90. يبقى دايما في اللوبس فلتر، دايما في اللوبس فلتر التردد صفر يجيب لك زاويه بصفر، والتردد بما لا نهايه يجيب لك زاويه سالب 90. ده بالنسبه للزاويه، لكن بالنسبه للمقدار، لا بالنسبه للمقدار الوضع مختلف. للمقدار عند التردد صفر الفي اوتبوت هو هو الفي انبوت اللي هو ب 10 فولت مديهولك، وعند ما لا نهايه الفي اوتبوت بكام؟ الفي اوتبوت بصفر، لان ده لو بس فلتر فعدى الترددات القليله ولغى الترددات العاليه. طب عند الاف كات، عند الكات اوف فريكونسي، عند الكات اوف فريكونسي العلاقه ما بين الدخل والخرج 1/2 او علامه او علامه 7 0 7. علامه 7 0 7 لما اضربها في 10 تطلع لي بكام؟ ب 7 فولت. خلاص تمام، دي الرسمه ما بين. طبعا هنا هو قال لك هنا في حاجه اسمها لوج سكيل. لوج سكيل ده يعني الناس اللي هتخش حاسبات، وبرضه موجوده في باور اتصالات برضه، اللي مناهج الكنترول عموما بيبقى لها، بيرسم هنا مش مع التردد نفسه، بيرسم مع اللوغاريتم بتاعه، لان بلاقي هنا مدى الترددات بيبقى من صفر مثلا لترددات مثلا بال10 كيلو هرتز. لو قسمت المنحنى اللي هنا ده، دي معلومه عامه يعني، لو قسمت المنحنى ده مثلا 100 هرتز، 100 200 300 لحد ما توصل 10 كيلو، دول حاجه معجنه يعني. مثلا مثلا ميجا هرتز، الميجا هرتز دول هتقسم المحور افقي ده ازاي، فبيجيب له اللوغاريتم، فبيدمج ترددات قليله مع ترددات عاليه بشكل بسيط. يعني مثلا لوغاريتم ال 100000، لوج ال 100000 خمسه بس، خلاص يبقى 1 2 3 4 5 بس، كل مقطع من دول بيعبر عن لوغاريتم تمام. فبتبقى كده ماشيه صفر، او يعني بتبدا من 10، تبقى 10 تبقى 1، 100 2 1000 3 10000 4 وهكذا. المهم دي مش مهمه قوي يعني. يبقى انت الاف كات حط قانون 1/2 باي ار سي، انا تطلع 1/2 باي سي اف كات، والاف كات مديهولك والسي مديهولك، طلع لك قيمه المقاومه. يا شباب ده حاجه مهمه جدا، كلمه ديزاين لازم لازم ترسم الدايره. لا الحل هنا من غير رسم الدايره، لكن الصح ان انت ترسم لي الدايره اهي، لازم ترسم الدايره دي. انا قلتها في المحاضره، لازم ترسم الدايره. خلاص الناس اللي ما كانوش معانا من اول المحاضره هشرح ده تاني، تاني اللي هو ايه، في حاجه اسمها هاي باس فلتر، نفس اللو، ويعني ايه فلتر. الناس اللي لسه داخله وجت كده في اول محاضره تمام، وحاسه ان الدنيا ضلمه وبتاع، وايه الكلام بتاع الدوائر، الدوائر بقت غريبه كده ليه؟ نقول تاني واحده واحده. في عندي مجموعه من الدوائر الكهربيه بتنتقي ترددات، في ترددات بتظهر، في فريكونسز ما بتظهرش. فريكونسز اللي بتظهر بيتقال عليها باس. خلاص فانا دلوقتي بتكلم على حاجه اسمها هاي باس فلتر. هاي باس فلتر ايه الهاي باس فلتر؟ هاي باس فلتر دون ده عباره عن دايره كهربيه الخرج بتاعها بيطلع لك الترددات العاليه من الداخل، خلاص، وبيمنع الترددات القليله ان هي تظهر. كلمه تردد قليل انه يظهر اللي هو صفر يعني، كلمه تردد عالي انه يظهر اللي هو اللانهائي. وبتكلم ما بينهم بشوف في الاخر ايه التردد اللي قبليه الترددات بتظهر وبعديه الترددات ما بتظهرش، او في الهاي باس فلتر بعديه بقى العكس، بقى بعديه او اكبر منه ترددات بتبان واقل منه ترددات مش بتبان. نقول قال لك في عندي هاي باس فلتر ار سي، ده عباره عن فلتر مقاومه، مقاومه ومكثف برضه، بس الخرج المره دي على المقاومه. الناس ما كانش معانا اول المحاضره كان في حاجه اسمها لو باس فلتر، كان بديل المكثف مكان المقاومه، وكان خارج على المكثف، فاتقلب ده انه بدل ما بيظهر الترددات العاليه كان بيظهر الترددات القليله. عشان ما لخبطكمش، الدايره قدامك كان اسمها هاي باس فلتر، فينا ار وسي والخارج على الار. خلاص تعالوا بالدماغ كده، بالدماغ بالدماغ، هل يا ترى ده فعلا هاي باس؟ يعني التردد لما يبقى بما لا نهايه يظهر والترددات القليله تختفي؟ تعالوا اسمعوا الحكايه دي. عندي دلوقتي تردد بصفر، التردد لما يبقى داخل هنا
تردده صفر مش مقداره، تردده الفريكوانسي بتاعه صفر. فريكوانسي صفر يعني دي سي يعني. يعني دي سي. الدي سي ده هو بيخلي المكثف ده يقلب ايه؟ اوبن ايه؟ اوبن سيركت، يقلب اوبن سيركت، فبالتالي التيار ما يمرش، وبالتالي يبقى الخارج هنا بكام؟ بصفر. يعني كده التردد الصغير ما ظهرش، فيبقى بزيرو. طب الترددات العالية عند الما لا نهاية، واحد على اتنين باي اف سي، واحد على ما لا نهاية بصفر، يقلب ده شورت ايه؟ سيركت. شورت سيركت يعني التيار يمر، يعني الفي اوتبوت يظهر على خارج ولا لا؟ يظهر على خارج. يبقى التردد اللي بما لا نهاية ظهر، والتردد اللي بصفر ما ظهرش. ورياضيا ما بين الاثنين في ترددات بقى ايه؟ بتظهر شوية صغيرين، وترددات بتظهر اعلى من التانية. نسمع بقى الحتة دي، ايه الرسمة دي وايه الزاوية دي؟ تعالوا بقى مع بعض نشوف الفي اوتبوت هنا. الفي اوتبوت بيساوي كام يا معلم من الدخل؟ في سورس فار على ار زائد او سالب جي اكس سي. اهو الفي اوتبوت تساوي في في اس في ار على زد، زد اللي هي جذر التربيع، الار تربيع زائد اكس تربيع، والزاويه تم سالب تم ماينس 1 اكس سي على ار، الاكس سي زاويتها سالبه. خلاص لا تم ماينس 1 التخيلي على الحقيقي، والتم بتطلع الزاويه بره. بقسم المقادير في اس في ار على جذر التربيع، ار تربيع زائد اكس تربيع، والزاويه تم ماينس 1 اكس سي على الار. لو جبت الفي اس ده تحت بتاع معامل التكبير او الجين ريشيو او المرايز دي جين، بيطلع في الاخر ار على ار تربيع زائد اكس تربيع، والزاويه تم ماينس 1 اكس سي على ار. تعالوا اسمع معايا القصه دي، عوضوا مره التردد بصفر شوفوا المقدار بكام، والتردد بصفر شوفوا الزاويه بكام، والتردد بما لا نهايه المقدار بكام والزاويه بكام. تعالوا نمسك لما المقدار او التردد يبقى صفر. هنا ار ما بتتغيرش بالتردد، وار تربيع ما بتغيرش التردد، اكس دي اللي فيها تردد، تمام؟ طب التردد دلوقتي بصفر، بصفر، يبقى الاكس سي بما لا نهايه، اي حاجه على ما لا نهايه بكام يا شباب؟ بصفر. يطلع ان معامل التكبير عند التردد بصفر، ومعامل التكبير بصفر. تاني نقول الليله دي انا بتكلم على المقدار بعامل التكبير، التردد ده لما بيدخل بيتضرب في كام؟ على الجهاز التربيع ار تربيع زائد اكس تربيع، حط التردد بصفر، التردد بصفر يتفسر ان الاكس سي بما لا نهايه، والاكس سي موجود هنا في المقام، اي حاجه على ما لا نهايه تطلع لك بكام؟ بصفر. طيب التردد لما يبقى بما لا نهايه بقى العكس، ما لا نهايه يبقى اكس سي بزيرو، ار على ار بواحد، يطلع لما التردد بما لا نهايه يطلع ان الخارج بيساوي الفي اوت بيساوي في سورس، او معامل التكبير يبقى بكام؟ بواحد. ماشي. طب الزاويه نبص كده، لما الزاويه بصفر تم ماينس 1 اكس سي على ايه؟ على ار. التردد بصفر يعني اكس سي بما لا نهايه تم ماينس 1، يعني يبقى بموجب 90، موجب 90. لما التردد بما لا نهايه اكس سي بقى بصفر، تم ماينس 1 صفر، يطلع لك الزاويه بصفر. يبقى الرسمه دي عامله كده، ترددات القليله بس تردد القليل عامل فيس شيفت 90، الترددات العاليه الفيس شيفت عندها بكام؟ بصفر. غالبا يا شباب اسمعوا الحته دي، اسمعوا المعلومه دي، الترددات العاليه دايما الترددات اللي متعمل لها باسنج بيبقى زاويتها بصفر. يعني في اللوبس فلتر، في اللوبس فلتر تردد بصفر كان زاويته صفر، في الهاي باس فلتر ده اللي بلا نهايه هو اللي زاويته هتبقى بكام؟ بصفر. تردد اللي ما لا نهايه هو اللي زاويته هتبقى بصفر في اللوبس فلتر، في الهاي باس فلتر. طيب تمام، طيب تمام، نبص في الفكرة الظريفة دي. عند الاف كات، ايه الاف كات ده؟ قال لك الاف كات، الكات اوف فريكونسي، الكات اوف فريكونسي هو عبارة عن التردد اللي عنده الخارج واحد على جذر اتنين من الداخل، او التردد اللي عنده العنصرين اللي موجودين في الدايرة اللي هو العنصر الار والسي ساووا بعض، يعني الار ساوت اكس سي. عشان كده لما احطهم في الجذر التربيعي يطلع واحد على جذر اثنين، يطلع واحد على لما ار ساوت الاكس سي واحد، هيطلع واحد، ويطلع واحد زائد واحد تحت الجذر يطلع واحد على جذر اثنين. المهم لما الاكس سي ساوت الار، لما واحد على اثنين باي اف كات سي ساوى الار، يطلع الاف كات برضه
واحد على 2 باي ار سي ايه برضو دي؟ بس كنتش معانا اول محاضره كان الاف كات دي في اللوبس فلتر كان نفس القانون يا جماعه. القوانين هنا واحده، كات اوف فريكوانسي في الار سي سيركت واحد على 2 باي ار سي على طول، سواء كان الفلتر لو باس او هاي باس، سواء كان فلتر لو باس او هاي باس. لما الاكس سي توصل ار بتبقى الزاويه 45 درجه، ويبقى عند الاف كات الفي اوتبوت او العلاقه بين الداخل والخارج واحد على جذر 2، اللي هي العلامه 707. ماشي يا شباب، نفس الكلام هنقعد نعيده في الهاي باس فلتر ار ال فلتر، معلش انا بقعد اعيد وازيد في الكلام. نفس الكلام هتبقى الار والال، والخارج المره دي على الال. تعالوا بقى نشوف الرحله دي، لما التردد بصفر الملف ده بيقلب شورت سيركت يبقى الخارج بصفر، لما التردد بما لا نهايه ده بيقلب اوبن سيركت يبقى الخارج هيساوي الدخل، الجهد ده هيساوي الجهد ده. خلاص نعملها ازاي؟ الجهد الكلي يعني نجيب بقى المقادير، الجهد الكلي في المقاومه دي يعني مجموع المقاومتين، تطلع الخارج بتاعك مقدار وزاويه. بعيد في الكلام تمام، لما الار ساوت الاكس ال اجيب الاف كات، الاف كات هيساوي ار على 2 باي ال، وده نفس القانون اللي كان موجود في اللوبس فلتر. الاف كات في حاله الار ال سيركت هو هو القانون بتاع اللوبس فلتر في الار ال سيركت برضه، ار على 2 باي ايه 2 باي إيه. كده مسائل. بسم الله. هاي باس فلتر consists of series R L circuit with resistor 50 كيلو اوم and capacitor of 500 بيكو فاراد. Sketch the output voltage magnitude and its phase angle versus look frequency if the filter is used for both high and low pass filter. يعني هو عنده pass filter RC، مرة يستخدمه low ومرة يستخدمه high. ولا ارسم الايه، ارسم جهد الخارج و determine new value of capacitor that can be used to obtain cutoff frequency 10 كيلو هرتز. عايز يشوف يغير التردد بكام علشان يطلع cutoff frequency مختلف. ما عندناش مشكله، كلمه low pass filter معناها بصوا بقى، ادي الترددات محور افقي، تردد محور افقي والخارج محور راسي. خلاص الجهد الداخلي هنا كان مفترض ان هو 20 فولت، المهم حتى لو بواحد فولت حتى لو ب 100 فولت مش فارقه، الترددات لما تبقى قليله اللو باس فلتر الجهد يظهر، الترددات لما تعلى الخارج يبقى بكام؟ يبقى بصفر. خلاص الزاويه التردد ما دام ده لو باس فلتر يبقى التردد اللي بيعدي زاويته تبقى بصفر، وكده كده الزاويه بتقل توصل لسالب 90. ماشي. طب في الهاي باس فلتر لا الموضوع مختلف، في الترددات الترددات القليله بتبقى بصفر، والترددات العاليه هي اللي بايه اللي بتظهر. طيب نتكلم بقى عن الزوايا، احنا قلنا التردد التردد اللي بيظهر هو اللي بيبقى زاويته صفر، فالتردد اللي بما لا نهايه هو اللي هيبقى زاويته صفر، حاجه الترددات القليله اللي هيبقى زاويتها موجب 90. دي جايه من القوانين يعني تمام. بصوا يا شباب عشان بس تحفظوها تحفظوها، رسمة الزاوية رخمة شوية، هي دايما الشيب بتاعها مبادي من قيمة كبيرة وبيقل، بادي من قيمة كبيرة وبيقل، بس في اللو باس فلتر التردد القليل هو اللي بيظهر، يبقى التردد القليل هو اللي زاويته صفر والتردد العالي زاويته 90. في الهاي باس فلتر الموضوع بالعكس، التردد العالي هو اللي تبقى زاويته صفر والتردد القليل زاويته هتبقى موجب ايه؟ موجب 90. يبقى هو نفس الشيب، بدي من كبير لقليل بس حسب ما التردد ما الدايره عندك لو ولا هاي. لو لو يبقى الترددات اللو هي اللي تبقى زاويتها صفر، لو هاي هي الترددات العاليه هي اللي هتبقى زاويتها صفر. ماشي. الكات اوف فريكونسي قلنا الخارج عنده بيساوي 1 على جذر 2 من الداخل. طب الاف كات بكام؟ 1 على 2 باي ار سي تمام. هنعوض بقيمه البيكو فراد يا شباب 10 اس ناقص 12 تمام، 10 اس ناقص 12 و50 كيلو 10 اس ايه 10 اس 3 بنحدد الاف كات. طيب لو تردد الاف كات بقى 10 كيلو هرتز، هو انا كده بالقانون على طول ساوى عوض هنا بالاف كات ب 100 كيلو هرتز، هو ده هو كاتبها غلط يعني، هي
هي دي 100 مش 10 يعني. المهم تقدر تحدد قيمة الايه المكثف، هو قانون واحد بس، 1 على 10 باي ار سي بتساوي الكات اوف فريكونسي. طيب عندنا ار ال هاي باس فلتر كات اوف فريكونسي 1 كيلو هرتز، انا قانون كات اوف الار ال كام؟ ار على 2 باي ال، مديني الريزيستنس اقدر اطلع قيمة مين؟ قيمة ال ال. ارسم الاوتبوت فولتج والفيز انجل لما الترددات بتتغير من مدى كذا لمدى كذا، والانبوت ب 20 فولت، خلاص نفس الكلام برضو بنعمله، ال بتساوي ار على 2 باي، او اف كات بتساوي ار على 2 باي ال. الرسمه ده مين يا عم الحاج؟ ده هاي باس فلتر، والترددات القليله ما بتظهرش، الترددات العاليه اللي بتظهر، التردد العالي اللي بيظهر يبقى زاويته صفر، واللي اقل منه لازم يكون اعلى في الزاويه يوصل لموجب السي. وخلص. طيب انت امتحانات معلش تاني يا شباب، يعني يوم 13 13 خلاص اكيد ما تقلكمش اي حاجة على ال، بسم الله الرحمن الرحيم، على امتحان الشفوي العملي. والمفروض ان احنا نازلين يوم الثلاث الجاي، في ناس نازلة الثلاث وناس نازلة الثلاث اللي بعد، تعمل يعملوا بقى الثلاث دول هيسلموا كروست السيركت وهيشوفوا التجارب في المعمل. يا دي النيل السوخة، ده من كلام الباشمهندسين، انا بتكلم الكلام الرسمي اللي في الجامعة اللي في الكلية، في كلام على موضوع الشفوي العملي يبقى ازاي؟ لا ما نظهرش اي حاجة، احنا داخلين بعنف على الموجة التانية يعني. ماشي، كليات كتير يلا، لو احنا قلنا 13 ثانية واحدة كده اما نشوف كده، لو احنا قلنا 13 النهاردة كام؟ 21، 21 يبقى في محاضرة، لا لسه برضو ان شاء الله ممكن ناخد برضو ايه محاضرتين الاسبوع الجاي. طيب تمام، طيب انا هقول فكرة ده وهعيده كده كده المحاضرة الجاية، يعني هنقول ده فكرة ده ببساطة، الفكرة بس اللي فاضلة لنا. تمام، بس انا هعيدها تاني هي وبعض الحاجات. يعني في حاجة اسمها باند باس فلتر، باند باس فلتر يبقى انا هطلع مجموع الترددات كده في النص، مجموع الترددات كده ايه في النص. فقال لك اعملها ازاي؟ بص معايا، قال لك ايه في اول طريقة، حاجة اسمها كاسكيدد باند باس فلتر. ايه كاسكيدد باند باس فلتر؟ عندي جهد دخل وجهد خارج، بحط في النص هاي باس فلتر ولو باس فلتر ورا بعض، يعني تحط ايه ار سي وبعديها سوري سي ار بعدها ار سي، بتحط سي ار دي دول بيمثلوا هاي باس فلتر، والار سي دول بيمثلوا باس فلتر. هل ده فعلا بيعمل لك الرسمه دي؟ مجموع الترددات في النص تظهر والباقيين لا؟ بصوا معايا في الحتة الظريفة دي، بصوا يا شباب الهاي باس فلتر ده لو انا جبت فلتر اسمع الحتة دي بيعدي لك مثلا اعلى من 100 هرتز مثلا، يعني اعلى من 100 هرتز، يبقى تعمل عند الكات اوف فريكونسي 100 هرت 100 هرتز فما فوق، خلاص يبقى ده هاي باس فلتر. كويس، يبقى يطلع لك مثلا الرسمه دي عامله كده، الترددات القليله بتتلغي والترددات العاليه من اول ال 100 ده اعتبره دي 100 مثلا بتظهر كلها، يعني الخط ده عامل كده افقي. تمام، طب افترضوا بقى انا جبت لكم لو باس فلتر بيعدي فوق الالف، فاللو باس فلتر هيعمل ايه؟ اللو باس فلتر هيعدي القليل، فهيعدي من 100 ل 1000، واللي اعلى من الالف ايه اللي هيحصل له؟ هيلغيه، يطلع الاتنين داخلين ايه؟ داخلين في بعض.
انا عايز ارسمها لكم كده في الفيديو. الفيديو شغال. دي العلاقة مثلا ما بين المقدار والايه التردد، يعني ده الفريكونسي. اكتب بس عليه حتى، ادي الفريكونسي ادي الفريكونسي كبر شوية. وادي الامبليتيود ايه، معامل التكبير ايه. فهم بقى الحته دي. عندي لو، عندي هاي باس فلتر، فالهاي باس فلتر هيعمل ايه؟ هيبدا من هنا ويمنع الترددات القليله ان تظهر، والترددات العاليه هي اللي تبان. دي الكاركترستكس بتاعته صح. وقلنا الاف كات بتاعه هيبقى مثلا عند الميترز. مثلا هروح اجيب بقى الاف كات هاي، يبقى ده هاي باس فلتر، الترددات القليله اتلغت والترددات العاليه هي اللي ظهرت. ماشي. هجيب بقى لو باس فلتر بس التردد الاف كات بتاعه عالي، فيبقى عامل ازاي؟ عامل كده اكن يعني اجيبه بس بخط النقط. اللو باس فلتر بقى هيعمل ايه؟ هيعد، هيمنع الصغير، سوري هيعد الصغير وهيمنع ايه؟ العالي. خلي اللون ده بس كده داش ده. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا هاي باس فلتر بيمنع القليل وبيعدي الكبير، وعند لو باس فلتر بعديه بيعدي الكبير، بيعد الترددات الصغيره ويمنع الترددات العاليه. يحصل ايه ما بينهم؟ التقاطع الظريف اللطيف بقى اللي ما بينهم ده، اللي هو ما بين ده وما بين ده، لان واحد منهم بيمنع الصغيرين والتاني بيمنع الكبار، فيطلع في الاخر ان انا عندي ترددات ما بين الاتنين هي اللي ايه، هي اللي بتظهر. ده اللي انا كنت عايز اقوله هنا، ان الهاي باس فلتر هيفلتر من اول اف كات هاي فما فوق، اللو باس فلتر هيفلتر من اف كات لو فما تحت بعد كده، يعني الترددات دي هتبان وده مش هيبان. فانت بقى عندك الترددات القليله بتتمنع بالهاي باس فلتر، والترددات العاليه بتتمنع باللو باس فلتر، ويبقى تردد ما بين الاثنين اللي هو البند ايه؟ ويتس. يبقى دول مين اللي ممكن يعمله لك؟ الكاسكيدد، كاسكيدد باند باس فلتر. ما ينفعش تلغي ده، ما ينفعش تعكسه، تجيب ده مكان ده. يعني لو شغلت اللومك قبل الهاي مش ممكن، ما تظبطش معاك. فهي لا، الهاي باس فلتر واللو باس فلتر بعديه. بس نركز في حته مهمه قوي، ان الاف كات هاي اقل من اف كات لو. هاي ولو، هاي ولو مش معناهم قيمتهم كبيره وصغيره، ده معناهم ان هو هاي باس فلتر ولا لو باس فلتر. فدي معكوس، انا باكد عليها اهو، ان الاف كات هاي قيمته اقل من الاف كات لو. تمام. لان كلمه هاي ولو هنا معناها ده تردد القطع، كات اوف فريكوانسي بتاع الهاي باس فلتر، والاف كات لو ده تردد الكات اوف فريكوانسي بتاع اللو باس فلتر. ماشي يا شباب. وما بين الاف كات هاي والاف كات لو بيجيب لك الايه، الباند ايه، الباند ويدث. خلاص. الاف كات هاي، انت عندك الاف كات هاي، بس عشان ايه نشوف الاثنين كده مع بعض. انا اول حاجه اعملها المحاضره الجايه هعيد دي تاني، و هنقول عليها مسائل بالتفصيل ان شاء الله. نشوف كده مع بعض.
الاف كات هاي عند دايره الهاي فيها ار 1 سي 1. طب تردد القطع بكام يا باشا؟ 1 على 2 باي ار سي، بس ار 1 سي 1. طب الاف كات لو 1 على 2 باي ار 2 سي 2، اللي هو ده ار 2 وسي 2. يبقى انا عندي الكاسكيد فلترز بيكونوا مع بعض الباند الباند الهاي باس فلتر واللو باس فلتر، بيكونوا مع بعض باند باس فلتر من النوع الكاسكيدد. الرسمه دي ما بتفكركمش بحاجه؟ بتفكرنا بالرنين. فهي دي بقى المساله المهمه اللي دمجه ما بين الشابتر اللي فات والشابتر ده. خلاص لسه ان شاء الله هناخدها المحاضره اللي جاي. بس تاني يعني اللي حابب يقرا دي اقراها يعني للمساله دي. هو هنا عندك كاسكيد باند بس فلتر، حد هاي بس فلتر لو بس فلتر، ومدي لي اف كات هاي والاف كات لو. خلاص اف كات ده 30 كيلو هرتز و300 كيلو هرتز، الصغير هو الهاي والكبير هو اللو. ماشي، ولو انت معاك واحده تقدر تجيب الثانيه. هنقول المساله دي برضو المره الجايه بالايه بالتفصيل قبل ما نخش على الريزونانس ايه فلترز. خلاص ان شاء الله المحاضره اللي جاية علشان نركز عليها. تمام، هنفتح باب الأسئلة دلوقتي. حد عنده أسئلة يا شباب؟ باشمهندسين حد عنده أسئلة يا شباب؟ يا جدعان طب فاهمين مش فاهمين اي حاجه؟ طيب تمام ماشي، نوقف بس ريكورد. تعالى مش هنسين نعلق على اول حاجه معانا في اللو باس ار سي فلتر. خلاص، وهي الرسمه بتاع الفي اوت. ازاي الرسمه دي يا باشمهندس جيت معانا؟ خلاص، الرسمه بتاع الفي اوت دي تعالى مش هنسى ازاي رسمنا الرسمه بتاع الفي اوت اللي هي ظاهره قدامك تحت دي. زي ما انت شايف كده يا باشمهندس، انت عندك طبعا دي ار سي سيركت. خلاص، لو انت خدت من على المكثف، خلاص قال لك ده يا باشمهندس هيمرر لي الترددات المنخفضه لحد قيمه معينه. اللي هي ايه يا باشمهندس؟ تعالى كده نشوف الرسمه دي اللي هي الفي اوت دي. وليكن انت عندك موجة داخلة هي الفي اس، ودي الموجة اللي انا عاوز اشوف بترددات مختلفة. عاوز اعدي الموجة دي عند الترددات المنخفضة وامنحها عند الترددات العالية. لو الموجة دي داخلة، طبعا لو قالك لو طبعا هي مرسومة مع التردد، لو قالك عند التردد بصفر، طبعا مكثف الاكس سي هي 1 على 2 باي اف سي، يبقى 1 على التردد تحت يبقى 1 على الصفر بما لا نهاية. يبقى عند الصفر المكثف ده اوبن، فالجهد الاوتبوت هو نفس جهد الفي اس، فالموجة كلها هتعدي، فالموجة هتعدي الفي اوت هتساوي الفي اس. ده أول نقطة معايا، إن الفي اوت هتساوي الفي اس. طيب يا باشمهندس، أما عند التردد بما لا نهاية، عند ما لا نهاية يا باشمهندس، 1 على ما لا نهاية هي 1 على 2 باي اف اس، 1 على 2 باي اف سي، الاف اللي هو التردد، 1 على ما لا نهاية يبقى بصفر. خلاص، يبقى هنا في الحالة دي المكثف شورت سيركت، فالفي اوت الموجة مش هنشوف الموجة الداخلة خالص. فعند ما لا نهاية خلاص الجهد الخارج هيبقى بزيرو. قالك يا باشمهندس الاف كات، خلاص الاف كات اللي هو التردد اللي بعده مش هندخل ترددات، خلاص يعني الموجه مش هتعدي اصلا. قالك التردد ده يا باشمهندس اما تبقى الار تساوي الاكس سي، رحنا سوينا الار بالاكس سي، جبنا القانون التردد. طبعا اقول لك الكلمه دي جت ازاي. طلع معايا ان التردد خلاص هو 1 على 2 باي، 1 على 2 باي الار سي، 1 على 2 باي الار سي، دي التردد بتاع القط. واما جينا جبنا الفي اوتبوت، طبعا الفي اوتبوت يا باشمهندس خلاص هو الدكتور طبعا راح جاب لك قيمه الفي اوتبوت وظبط لك المعادله. طلعت معايا المعادله دي في الاخر، خلاص دي المعادله بعد التظبيط، دي معادله الفي اوتبوت، ده قيمته ودي زاويته. انا كل يهمني يا باشمهندس ان هو كل يهمني ان انا هشيل الار واسويها بالاكس سي دي عشان اجيب الفي اوتبوت في حاله الاف كات. في حاله الاف كات احنا قلنا ان الاكس سي بتساوي الار، خلاص عوض هنا بالار، خلاص هتفي ار فوق وتحت ار تربيع، يبقى ار تربيع زائد ار تربيع ب 2 الار تربيع، الار هتطلع بره تطير مع الار اللي فوق، هيبقى لي بس جذر 2، يبقى في اس على جذر 2، يبقى الفي اوت في الحاله دي هي الفي اس. خلاص الفي اوت في الحاله دي اما نعوض ب
الاكس سي بتساوي الار، هيطلع لك بالظبط الفي اس على جذر، هتطلع لك بقيمة الفي اس على جذر 2، الجذر 2 طبعا اللي هي 0.707. خلاص، يبقى الفي اس يا باشمهندس عند الاف كات، عند الاف كات، عند الاف كات يا باشمهندس هتطلع لك بالقيمة اللي هي 707 دي، اللي هي في اس على جذر 2. طب ايه الاي في دي يا باشمهندس؟ قال لك الاي في دي ريشيو. خلاص، الاي هي اختصار كلمة ريشيو، والفي اختصار كلمة فولتج. الاي في قال لك قانونها هي الفي اوتبوت على الفي انبوت. خلاص، الفي اوتبوت اللي هو الفي اوتبوتين على الفي اس، يعني الجودة الدخل اللي عندك هو الفي اس، يبقى الفي اوتبوت على الفي اس. فانت كل اللي انت هتعمله يا باشمهندس دي رسمة الفي اوتبوت اهي. خلاص، دي الفي اوتبوت، هتروح تقسم كل النقط بتاعتها على الفي اس. فانت تيجي هنا على الفي اس، في اس على طبعا دي الفي اوتبوت، فانت هتيجي تقسم كل نقطة على الفي اس، فهتبقى الفي اس على الفي اس بواحد. طبعا عند القط هتبقى القيمة بتاعتها على الفي اس، هتطلع بالقيمة دي. خلاص، طبعا انت بتقسم جميع نقط المنحنى على الفي اس. خلاص، احنا قسمنا النقطتين اللي انا عارفهم، هو دول النقطتين بس اللي انا عارفهم. خلاص، اللي هي النقطة اللي هي الفي اس، في اس على الفي اس بواحد، والنقطة التانية اللي هي 77 من 100. دي الحتة اللي كنت عاوز اوضحها لك هنا. وهنا يا باشمهندس خلي بالك، هو بيعدي الترددات المنخفضة، لأن الموجة تقريبا شبه بتعدي كلها اللي هي الفي اس. خلاص، فهو بيعدي الترددات المنخفضة اللي هي من صفر لحد الاف كات، بعد الاف كات اللي هي الترددات العالية ما بيعديهاش. خلاص، دي أول نقطة كانت محتاجة توضيح هنا. تعالى يا باشمهندس معانا في الاكزامبل، أول اكزامبل معاك اللي هو 10-1 اللي الدكتور شرحه على اللو باس فلتر. خلاص، الاكزامبل ده يا باشمهندس هو ما فيهوش مشكلة خالص، أنا كل اللي أنا عاوز أوضحه لك طبعا في المثال ده هي رسمة السيتا دي. خلاص، طبعا اللوغاريتم هنا مش هتفرق معاك يا باشمهندس. خلاص، انت كل انت هتجيب نقط الاف اس مثلا هتعوض هنا مثلا ب 10 هرتز، ب 50 هرتز، هتروح تجيب اللوغاريتم بتاعتها. خلاص، فالعملية هنا مش صعبة، وانت بعد ما جبت الاف اس خلاص هتروح تجيب اللوغاريتم بتاعها. خلاص، يعني انت الاف اس طلع معاك هنا بقيمة معينة، او هو مديها لك. خلاص، هو كان مديك الاف اس ب 1000 كيلو هرتز، يعني طلعنا في المساله فوق كده هتلاقي مداك 1 كيلو هرتز. خلاص، هتبقى اللوغاريتم بتاعها تطلع ب 3. خلاص، يبقى عند الاف اس دي النقطه بتاعتها ب 3. هو كل اللي بيعمله اللوغاريتم احنا بنستخدمه ليه يا باشمهندس؟ خلاص، لانه بيضغط الرسم بس. خلاص، لان الترددات هنا بتبقى عاليه قوي قوي قوي، خلاص بتوصل للميجا، فانت مش هتعرف ترسمها على رسم باين، فهو بيضغط الرسم ده كل اللي بيعمله حوار اللوغاريتم دي. فهي هنا مش مشكله قوي. واللي يهمني هنا يا باشمهندس حوار السيتا، ازاي يا باشمهندس الدكتور رسم السيتا؟ خلاص، والمسألة كانت على الار اللو باس فلتر ار سي، على اللو باس فلتر اللي هو الار سي. طبعا انت لو رجعت الار سي وجبت المعادلات بتاعتك هتلاقي ان المعادلة بتاع الفي اوت، ودي اللي تهمني، لان هو كان طالب في الرسم رسم الفيز انجل. انا كل يهمني هو كان طالب الاوت فولتج، خلاص رسمناها، هو رسمه مفيش مشكلة. انت اول مره تشوف رسمه السيتا دي. خلاص، رسمه السيتا دي يا باشمهندس بتاع الفيز انجل اللي هي بتاعت السيتا ذات نفسها، يعني عاوز يرسم الزاويه دي. خلاص، تعالى نرسم مع بعض الزاويه دي. خلاص، هي دي الزاويه اللي احنا عاوزين نرسمها. لو انا جيت اقول لك طبعا هو بيرسم مع التردد، انا كل يهمني عند التردد بصفر، والتردد بما لا نهايه، والتردد بتاع الاف سي عشان اعرف شكل الكيرف هيطلع ازاي كحاجه كروكي كده. فتعالى ما نجيبه عند التردد بصفر، عند التردد بصفر يا باشمهندس خلاص دي المعادله. خلاص، دي في حاله طبعا انت هتروح ترجع للقانون بتاع الار سي. خلاص، الار سي اللي هو لو باس فلتر، هتلاقي ان قانون الفي اوتبوت مظبوط معاك بالشكل ده. فانت يا باشمهندس معاك طبعا ده القيمه، ما تهمنيش القيمه في حاجه، انا كل يهمني الزاويه. تعال نرسم بقى الزاويه اللي هي السيتا دي، السيتا. خلاص، تعال نرسمها كده. اما يبقى التردد بصفر طبعا اللي بتاثر هو الكي سي. خلاص، اللي بتاثر معايا هنا هو الوحيد اللي بتاثر هو الكي سي، اللي هي قيمة الاكس بتاع المكثف الاكس سي. خلاص، الاكس سي هي اللي بتتأثر معايا. طب تعالى نعوض عن الاكس سي يا باشمهندس كده، الاكس سي هي عبارة عن 1/2 باي الاف سي. يبقى اما يبقى التردد بالصفر يبقى 1/0 بما لا نهاية، يبقى الاكس سي بما لا نهاية. الاكس سي بما لا نهاية اي ما لا نهاية على اي حاجة بما لا نهاية، يبقى تام ماينس 1 الما لا نهاية، تام ماينس 1 الما لا نهاية. خلاص، دي بزاوية 90، 90 ناقص 90 بصفر. خلاص، يبقى طلعت معايا اول زاويه عند التردد بصفر بصفر. طيب، عند الاف كات قال لك يا باشمهندس عند الاف كات، خلاص احنا عارفين الاكس سي بتساوي الار، فالاثنين هيشيلوا بعض. خلاص، عند الاف كات او الكات اوف فريكوانسي، الاكس سي بتساوي الار، فالاثنين هيطيروا بعض، يبقى قيمتهم بواحد، يبقى تان ماينس 1 الواحد اللي هي الزاويه 45. يبقى 45 ناقص 90 تطلع بسالب 45.
فالمفروض الاف قط هنا عند الزاويه سالب 45. طيب عند الما لا نهايه يا باشمهندس الاكس سي تطلع بكام؟ عند الما لا نهايه يبقى 1 على 2 باي اف سي، يبقى 1 على ما لا نهايه بصفر، صفر على الار بصفر، يبقى هنا تان الصفر بصفر، خلي بالك يبقى صفر ناقص 90 تطلع الزاويه بسالب 90. خلاص دي رسمه السيتا في حاله الار سي لو باس فلتر، وكذلك برضو انت هتجيب السيتا هنا دي نفس خلاص المعادله بتاع في حاله الار ال بتاع اللو باس فلتر، برضو هتجيب التان وتروح ايه تعوض برضو بالاكس ال بتاعتها وتجيبها ايه وترسم الزاويه عند التردد بصفر والتردد اف قط والتردد اف اللي هي في المساله اللي ورا. فده انت عرفت واحده ان شاء الله التانيه هتبقى سهله. تعالى بقى يا باشمهندس على الاكزامبل اللي هو 10-4 اللي هو على الجزء بتاع الار ال هاي باس فلتر. الار ال الهاي باس فلتر، تعالى كده يا باشمهندس ده الهاي باس فلتر، خلاص زي ما هو ظهر قدامك كده، ده الهاي باس فلتر ار ال، ده شكله عامل كده وده قانون الفي اوت بتاعه. اليمين يا باشمهندس في المسألة دي أنا كنت عاوز أوضح بس فيها حتة في الإكزامبل رقم 10-4 دي، خلي بالك لما جه طلب في المسألة فوق كنت واخد بالك منها قوي، إن هو طلب سكتش ذا أوتبوت فولتج، ده الفي أوتبوت، هو هتلاقيه راسم تحت الإي في وده غلط. خلاص المفروض ترسم هنا الفي أوتبوت، وأنا هرسم معاك الفيز أنجل دلوقتي. خلاص تعالى كده يا باشمهندس، هو طالب الفي أوتبوت ومثلا مفيش أي حاجة، خلاص هي هنا بس حتة هنا، لأ دي مش إي في، دي في أوتبوت خلاص، والجهد 20. خلاص الفي اوتبوت طبعا هو قايل لك الاوتبوت فولتج تحت اللي هو الانبوت فولتج معلش اللي هو الفي اس بكام؟ ب 20 فولت. فانت تاخد بالك من الحته دي قوي يا باشمهندس، هو طالب الاوتبوت فولتج وما طلبش الريشيو، خلاص هو راح رسم الريشيو ما اعرفش ليه، المهم دي في اوتبوت وليس اي في. خلاص طبعا رسمتها معروفه ما فيش اي مشكله. طب السيتا يا باشمهندس ليه جيت بالشكل ده في الار سي؟ تعالى كده نبص مع بعض ازاي الرسمه جيت من اول ال 90 لحد الزيرو. خلاص تعالى كده لو فتحنا معانا اداء بتاعتنا، تعالى كده يا باشمهندس خلاص دي ال الهاي باس فلتر. تعالى يا باشمهندس نحاول نرسم الرسمه اللي على ايدك الشمال دي اليمين دي، عند التردد من اول صفر لحد التردد الى ما لا نهايه. احنا طبعا بنرسم ثلاث ترددات، بنرسم تردد بصفر، التردد عند الاف قط، التردد عند ما لا نهايه. تعالى يا باشمهندس ادي الفي اوتبوت، خلاص طبعا اللي كل يهمني معايا هي الزاويه سيتا اللي هي 90 ناقص التان ماينس اكس ال على الار. اما يبقى التردد بصفر يا باشمهندس، اما يبقى التردد بصفر الاكس ال عامله بتعمل كام؟ قال لك يا باشمهندس عند التردد بصفر قيمه الاكس ال، خلاص قيمه الاكس ال معاك هي 2 باي في اف ال، التردد بصفر يبقى الاكس ال بصفر، تتناسب طرد مع الاف، يبقى صفر على الار بصفر، تان صفر بصفر يبقى 90، يبقى اول زاويه هي 90. طب عند الاف قط، عند الاف قط يا باشمهندس هي الاكس ال بتساوي الار، يبقى الاثنين بيساووا بعض، يبقى تان واحد ب 45، يبقى 90 ناقص 45 ب 45 برضه، يبقى الزاويه هنا هتبقى عند الاف قط او قط اوف فريكوانسي هتبقى كام يا باشمهندس؟ هتبقى 45. بعد كده يا باشمهندس عند التردد بما لا نهايه، عند التردد بما لا نهايه طبعا الاكس هتتنسب طرد، يبقى اكس بتساوي 2 باي اف ال، يبقى الاكس ال بما لا نهايه تام ما لا نهايه ب 90، يبقى 90 ناقص 90 بصفر. خلاص فانت هتلاقي عند ما لا نهايه تقريبا هيوصل عند الزاويه بصفر. خلاص كانت الحته دي كنت عاوز اوضحها لك برضه هو كده.